صباح الهنا والرزق ومنتصف الاسبوع و10 صبح في الاهلي. يا رب كده يبقى كل الايام اللي جايه بقى احنا خلاص رجعنا محليا وعندنا مشوار طويل جدا وعندنا تنافسيه شديده جدا. يا رب كل اللي جاي على الاهلي يبقى خير جدا بعد المونديال، بعد لما شفنا كوره مختلفه ولحد كبير، بعد ما قارنا نفسنا بكوره اوروبيه وكوره عالميه ولقينا في فروقات وزعلنا وناس اتريقت وناس اتكلمت وناس تمنت. انت متابع كل الكلام ده؟ على كل حال كل ده هنتكلم في تفاصيله طبعا على مدار الحلقه وعلى مدار كل الاسابيع اكيد القادمه. صباح الفل يا كريم. صباح العسل يا نهوان. الله يسلمك. صباح الفل عليكي وصباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، هنتكلم من خلالها اكيد عن كل ما هو متعلق بالنادي الاهلي، وخصوصا ان احنا عندنا ماتش مهم النهارده. واعملوا حساب حضراتكم ان احنا الفتره اللي جايه اي ماتش للنادي الاهلي ايا كان مين الفريق اللي هيلاعبه هتلاقونا دايما بنتكلم على ان الماتش ده مهم تاني ايا كان المنافس. ليه؟ لان احنا مش عايزين نرجع للي حصل معانا قبل كده ونزيف النقاط اللي ملوش اي لازمه. احنا ماشيين زي الفل لغايه حتى يعني حتى هذه اللحظه، في شويه طبعا ملاحظات ممكن تتقال وخصوصا على الماتش الاخراني، ولكن بشكل عام نقدر نقول ان احنا كلنا شبه مجمعين على ان الروح حاضره وبقوه. ده العادي اللي احنا بنشوفه دايما طول عمرنا من النادي الاهلي، رجعنا تاني نمشي في التراك الطبيعي بتاعنا. هنتكلم عن كل هذه الامور، هنتكلم كمان عن برضه خلي بال حضراتكم النسخه دي من المونديال سابت بصمه مميزه قوي وسابت لنا مجموعه كبيره من اللقطات، كل لقطه فيهم على حده تستحق التوقف امامها وتاملها. هنعمل ده مع حضراتكم سواء في الساعه الاولى او في ساعتنا الثانيه. بالمناسبه الساعه الثانيه هيكون معانا فيها فقرتين حواريتين، الاولى هينورنا فيها الاستاذ محمد مصطفى الناقد الرياضي، وكالعاده فقرتنا الثانيه هتكون فقره طبيه هتنورنا فيها الدكتوره ايمان المراكبي. مش عارفه انا برضو امبارح كنت قلقانه بس انت ما جيتش، يعني كنت قلقانه منك بصراحه. ليه؟ اشمعنى؟ عشان قعدت اقول لك على مدار الاسبوعين اللي فاتوا فرنسا. لا بس والله العظيم بعد ما فرنسا خسرت واحنا لسه يومها كنا بنتفرج، قعدت شايله هم ان كريم لما قابله تاني يوم هيقول لي ايه. لا بس خلي بالك، ما هو انت برضو من حظك ان انا ما قلتش الارجنتين برضو. انا يعني انا كمان قلت فرنسا، اصل هو المنطق يخليكي تقولي كده ويخليني اشوف كده الصراحه. يعني بس ميسي غير المنطق وغير كل هو بصراحه الطبيعي. وده اللي خلاني اجي بتيشيرت امبارح الارجنتين. رغم ان انا ما كنتش بشجعها بس تستحق تستحق طبعًا. وكمان فرنسا كان امبارح اول امبارح يعني ماتش مش طبيعي كريم. أوف. ايه ده؟ عايز اقول لك على حاجه برضو، ده كان ماكرون قالها للعيبه في اوضه اللبس بعد ما خسروا. انا شفت الفيديو يعني تحديدا، دخل قال لهم انتوا عملتوا اللي عليكم زياده، احنا فخورين باللي انتوا وصلتوا له. فقصه ان يبقى في فوز وبعد الفوز ده انت بتروح وتعمل كامباك سريع وتتعادل طبعًا. وبعد كده كل لما بيحصل ان الارجنتين تعدي كام خطوه تلاقي فرنسا سبقتها او وصلت لها، لا ده مش سهل ان هو يتعمل ابدا. فامبارح او اول برضو امبارح اول امبارح فرنسا بجد قدمت مباراه قويه. ميبابي أسطورة جديدة بتتعمل أو بتخلق في كرة القدم العالمية بجد، لا حاجة محترمة جدا. بصي الماتش فظيع، الثنائي ميسي ومبابي مع الفارق طبعا بعض. بس بصراحة التفصيلة اللي أنت بتتكلمي عليها دي أنت بتتكلمي عنها بأريحية، لكن في حقيقة الأمر وأنت قاعدة بتتابعي الماتش أنت وأمة لا إله إلا الله كل واقف على أعصابه، يعني لأن حقيقي اللي حصل ده غير مسبوق. قد يكون يا نهواد ده أقوى نهائي في تاريخ المونديال، وأعتقد ناس كتير قوي أجمعت على كده. أنا بتفق معاك. وإمبارح بقى رحت انا برضو مع ضيفنا استاذ محمد مهدي الناقد الرياضي، كان منورنا يعني ليه نقطه، وعدينا كده شويه بعد المونديال، قلنا ما بعد المونديال وملف الكره المصريه، وكان فيها كلام كتير بس احنا اختصرناه شويه كريم. بس زي ما احنا شفنا وزي ما حضراتكم كلكم تابعتوا بعد لما خلص الماتش، ناس كتير قالت لك بقى ايه، خلاص احنا راجعين لملف الدوري والملف المحلي والكره المحليه واللعيبه بتاعتنا المحليين، وناس قعدت تتريق. وانا قلت الكلام ده تحديدا وهقوله تاني، احنا مش حابين ان احنا نقعد نتريق على نفسنا. ما هو انت لما بتتريق على اللاعب بتاعك انت بتتريق على نفسك، لما بتتريق على المنتخب بتاعك انت بتتريق على نفسك. فهي دي القصه، انا ممكن اكون فعلا مستواي مش افضل شيء، بس المشكله ان انا اقعد اقلل من نفسي اقول الناس دي بعيده عني قوي. مش طب ماشي الناس دي بعيده عنك، انت دلوقتي بتحاول ان انت تصلح المنظومه القرويه عندك. الكره المصريه كانت في حاجه ماسه ليه زي ما بتقال كده، لان انت تعيد هيكلتها مره جديده، وده اللي بيحصل من اتحاد الكره. صحيح. اللي بيحاول يقدم حاجه هيتحاسب بقى في الاخر على فكره على المشوار ده، لازم يكون في محاسبه، دي نقطه برضو مهمه طبعا. بس اكيد هيتحاسب في الاول وفي الاخر بعد الفتره اللي هو قضاها والتطوير اللي هو المفروض ان يكون بيعمله على الارض، نجح ولا لا، في ثغرات ولا لا. فكل ده بيتم دلوقتي، لكن قصه ان احنا نصدر اللعيبه بتاعتنا ان انتوا ولا حاجه مقارنه باللعيبه بتاعت المونديال، انا ما حبيتش دي بصراحه. انا ما اعرفش انت شفتها ازاي. بصي ده بيحصل
بيحصل في كل مره يعني مع نهايه اي نسخه من اي من من في اي سنه من السنين يعني في كاس العالم، دايما لما بنيجي راجعين تاني على يعني المباريات المحليه بتحسي بغربه ولو بشكل مؤقت، لكن الاظبط من ان احنا نتريق هو ان احنا نحلل اللي حصل ونشوف نقاط القوه اللي عند الناس ايه ونحاول نتحلى بيها، نشوف الناس اللي عندها كره قدم متطوره ليه ونعمل زيهم، واحنا ما عندناش بتهيألي يعني نقص في امكانيات يعني عند اللزوم وعند الرغبه الحقيقيه في اجراء تغيير ملموس على ارض الواقع، اعتقد ان احنا عندنا كل المقومات اللي تخلينا نصلح الامور يعني أنا مش بعيدة عننا. أنا مش عارف معاك يعني إحنا محتاجين تطوير لمنظومة الكروية في مصر طبعا. وطبعا أعتقد برضو ده علشان يطبق محتاج إن أنت تعمل شغل كتير وكتير جدا، يعني شفنا برضو شهر رائع يعني أوي. شهر رائع لكرة القدم، شجعنا فرنسا وشجعنا الأرجنتين وشجعنا البرازيل وانبهرنا بالمغرب وتعاطفنا مع اليابان وفرحنا بالسعودية وفرحنا بتونس في البداية، وشفنا أمثلة عظيمة جدا، فكرة هنا الإصرار والكفاح من لعيبة ومن منتخبات، يعني شفنا ميسي شفنا جيرو وشفنا لعيبه كتيره جدا، شفنا كرواتيا اللي قاعده بتحارب والمستوى باي ذا واي او بالمناسبه كويس جدا، وتوقعنا القادم وناس قالت لك المونديال ده كذا من بدايه وبعد كده قالت لك غيرت رايها، وكان في انبهار على مدار الشهر كله، فنتمنى ده بقى يبقى ليه انعكاسات نفسيه كمان حلوه مش سلبيه على اللعيبه وعلينا في الداخل، ان ده يكون دفعه دايما. انت وهقول الكلمه برضو دي تاني انا قلتها امبارح، الشخص الطموح لازم يقارن نفسه دايما بالخارج، لازم يبقى فيه دايما محاسبة، أنا كبني آدم أقعد أقارن نفسي بالمنظومة الدولية بالناس اللي زيي في العالم كله، أنا فين منهم، أنا قدامي قد إيه عشان أوصل للمستوى ده، ده الشخص الطموح، لكن الشخص اللي هو بيكتفي باللي قدامه حلو قوي كده وربنا بارك الله فيما رزق عمرك ما هتوصل لحاجة، هتفضل محلك سر، فنتمنى إن إحنا ما نصدرش بس الروح السلبية دي عند اللعيبة، لأن أكيد اللعيبة برضو نفسهم يا كريم شايفين الفارق اللي موجود، ما هو أكيد الفارق ده وصل للعيبة، هما مش في عالم تاني أو في بابل تاني، ما هم شايفين وعارفين، خليهم يسعوا من جانبهم، خلي اتحاد الكرة يحاول من جانبه، خلينا كالمشجعين نساند، خلينا نشجع ونشوف في الآخر، لكن أكيد في الأول في الآخر يا كريم لازم يكون في محاسبة في الآخر، لكن أنت عندك منظومة تحكيمية محتاجة تعديل وتطوير، عندك جدول المسابقات ده اللي احنا كل مرة بيبقى عندنا أزمة فيه، محتاج كذا حاجة، الفكر الاحترافي للعيبة، محتاج تجيب مدير فني محترف، أنا أتمنى في يوم من الأيام يبقى عندنا مدير فني سواء للنادي الأهلي أو حتى للمنتخب محلي، أنا نفسي أشوف ده على فكرة، أنا بحب جدا إن أنا أتكلم تحديدا مع المنتخب ونشوف نموذج ناجح زي الركراكي مع المغرب في مصر يحقق، لأنه تم قبل كده لكن ما اتكررش بقالنا سنين طويلة، أنا أتمنى إحنا كجماهير كمان نعطي الثقة دي للقائمين على الاختيار وللراجل اللي هيجي كمدير فني محلي، علشان ربما ده اللي يحسن الحال يا كريم، ربما طبعا يعني طبعا. انا شايفه ممكن جدا يبقى لها تاثير ايجابي بس نلاقيه بس رجوعا بقى لنقطه ان اللعيبه مش في بابل منعزله وبيتفرجوا وبيتابعوا، كويس قوي ان هم بيتفرجوا، كويس ان كل اللعيبه تتفرج، وكويس ان كل مجالس ادارات الانديه المختلفه تتفرج، وكل كويس ان كل القائمين على اتحاد الكوره المصري يتفرجوا، الحكام يتفرجوا، حتى الجماهير يتفرجوا، احنا محتاجين نتفرج على حاجه حلوه عشان ندرك المشاكل اللي عندنا عشان نشتغل بشكل جدي على تغييرها. كرة القدم المصرية لو توفرت فيها كل العناصر احنا ما نقلش بأي حال من الأحوال عن الإنجازات اللي عملتها المنتخبات العربية والأفريقية اللي شاركت في النسخة دي من المونديال، احنا عندنا لعيبة زي الفل وعندنا قدرات زي الفل وعندنا عزيمة وعندنا حاجات حلوة كتير، بس في المقابل عندنا مشاكل لازم تتظبط عشان الحلو اللي عندنا ده يبرز ويبان بشكل واضح في الفترة اللي جاية إن شاء الله، والحقيقة المونديال مليان عظات وعبر لمن يعتبر. تعالوا بقى نروح للدوري بتاعنا، وامبارح طبعا اتلعبت أربع مباريات من الأسبوع الثامن، والنهاردة عندنا تاني هنرجع ونقول ماتش مهم جدا مع فريق أصبح إلى حد كبير متمرس في بطولة الدوري. الموسم اللي فات لو حضراتكم تفتكروا كان من أقوى خطوط الدفاع في المسابقة، دخل المرمى 22 هدف فقط ويحتل المركز الثامن. من أيام تم تغيير مديره الفني وتولى المهمة حاليا كابتن إيهاب جلال، وأكيد أول مباراة لأي مدرب جديد مع أي فريق بتكون مباراة مهمة جدا جدا لإثبات الذات من الجانبين، من جانب المدير الفني وكمان من جانب اللعيبة، عشان كده يعني بنقول ان الماتش النهارده هيكون ماتش مهم جدا للنادي الاهلي. الماتش اللي فات انتهى بالتعادل الايجابي مع فيوتشر، وكنا نقدر نحسم الامور ومن بدري،
وقلنا في الاخر انها يلا اهي مباراه وانتهت بكل ما فيها بكل احداثها بكل تفاصيلها، لكن المطلوب انك تادي بشكل افضل وبقدر الامكان تحافظ على مكانك في صداره جدول المسابقه، لانه اللي جاي مهم جدا خصوصا واننا داخلين كمان على منافسات دوري ابطال افريقيا. حلو جدا. على كل حال تعالى بقى نروح للمونديال تحديدا والاخبار اللي عماله تنزل وعمالين نسمعها وتنتشر وتصريحات حاجات زي كده، البعض منها بيبقى اوكي والبعض منها بيضايقك شويه. يعني اما انا بصراحه خبر كريم بنزيما اللي احنا هنقوله لحضراتكم دلوقتي، وفكره هنا اعلان الفرنسي كريم بنزيما الاعتزال دوليا وده كان امبارح، حاجه احزنتني. يعني احنا كلنا عارفين ان طبعا تم استبعاده من المونديال لان هو كان عنده اصابه، وتم استبعاده من المونديال اللي فات برده بالمناسبه، بس كلنا برده عارفين ان في مشكله يا كريم بين ديشام طبعا مدرب صحيح. فرنسا وبين كريم بنزيما عنده كذا مشكله زي ما بيتقال كده، فهو ما صدق اصلا ان بنزيما حصل له اصابه علشان ما يشاركش في مونديال النسخه السنه دي، ده طبعا لانه ما كانش بالمناسبه برضو يقدر يستبعده زي النسخه اللي فاتت بعد ما حصل بنزيما على افضل لاعب في العالم، فدي كانت النقطه. طيب تاريخ اللاعب مع منتخب فرنسا كمان في المونديال بشكل عام، هو خاض 5 مباريات في كاس العالم خلال مشاركته في المونديال وكان اكثر من رائع. يعني هذا اللاعب انا بشوفه من اللاعبين الاكثر من رائعين، فليه يبقى حاصل كده؟ ليه يبقى حاصل كده؟ ليه يبقى في حتى مدير فني؟ وقلنا الكلام ده برضو، ازاي ممكن العلاقه يا كريم ما بين مدير فني ولاعب تنهي مسيرته؟ شفنا ده يعني برضو مع تان هيج وكريستيانو رونالدو، طبعا ما انهاش مسيرته لكن اثر على تاريخه، اثر على مسيرته، اثر على القادم لكريستيانو رونالدو. دلوقتي بنشوف كريم بنزيما، لا احنا كنا بنقول اصلا وكنا الناس كلها المشجعين لمنتخب فرنسا اقول لك انا زعلان من الاول وقلقان ان كريم بنزيما مش هيبقى متواجد في المونديال، فما بالك كمان ان اللاعب اهو عنده 35 سنة، ما هوش صغير، هو كده كده باي ديفولت كان لازم ان هو يعتزل دوليا، ما اعتقدش الفرص قدامه كتيرة، لكن برضو مش حلو اللي احنا بنشوفه ما بين بعض المديرين الفنيين واللعيبة. ديشامب انا مش معاه ابدا في قصة استبعاده او كرهه لكريم بنزيما او المشكلة اللي عنده مع كريم بنزيما، لا ده لاعب تقيل جدا يا كريم، انا بشوف طبعاً ان خسارة خسارة ان ده بجد يحصل، لكن للاسف هو اعلن اعتزاله اللعب دوليا بالامس. زي ما كنت بقول لحضراتكم خبر احزن ناس كتيرة جدا، لأن كريم بنزيما بالفعل لاعب متميز بدليل أنه هو أخذ أفضل لاعب في العالم، فده مش كلامه خلاص يعني. بس على كل حال قبل ما نسيب فرنسا بقى، لأن أنا عندي برضو حاجة عجبتني جدا اتكلمت عنها سريعا امبارح، بس أكيد أنت اللقطة دي برضو شفتها يا كريم، وفرح الديباني اللي هي السوبرانو المصرية طبعًا اللي كانت موجودة في كاس العالم في الختام، وهي اللي يعني غنت النشيد الوطني الفرنسي، وكان مشهد جميل جدا، ده المشهد في المونديال. المشهد بقى اللي عجب ايضا لما عملت سيرش على فرح ديباني المصريه اللي عندها 33 سنه وهي من الاسكندريه تحديدا، واللي مشرفانا بصراحه بشكل كبير جدا، اللقطه اللي كان فيها ايمانويل ماكرون بيبوس ايديها. ايوه طبعا هي دي طبعا. ده كان في اعاده الانتخابات بتاعته مره ثانيه، اللي هو ويومها غنت برضو النشيد الوطني، اعاده تجديد الثقه ليه مره ثانيه او يعني 4 سنين اخرين، وكانت هي موجوده واحيت برضو هذا الحفل، ومن كتر اعجابه بيها زي ما حضراتكم شايفين راح يعني حياها بطريقته بطريقه الفرنساويين، طريقه فيري جنتل يعني زي ما حضراتكم اكيد عارفين. فانا انبسطت من الايقونه دي، يعني انبسطت من هذه الفتاه المصريه الناجحه السوبرانو، بالمناسبه صوتها رائع طبعًا. رائع، انا سمعت لها كام حاجه كده بجد حاجه جميله، ان انت دي اللي كنا بنطلق عليها تاني القوه الناعمه اللي بتنتشر في العالم كله، ومفروض ان هي بتعمل كونكشن حلو او كوميونيكيشن حلو مع العالم ومعاك، فحاجه منهم طبعا الغنى والفن. فرح ديباني بجد يعني ايكون فعلا جميله يعني. بصي احنا قوانا النعمه الحقيقه لا يستهان بيها باي حال من الاحوال، دايما بتبقى المشكله هي فيها جانب لطيف، بس الكم الاكبر من تفاصيل الملف ده الحقيقه مش لطيف. فكره ان احنا دايما بنسعد قوي بوجود شخصيات مصريه ناجحه جدا ومؤثره جدا في العالم كله، دكاتره، مهندسين، فنانين، حتى لعيبه كره قدم. طب ما احنا عندنا الماده الخام اللي تسمح لنا ان احنا نبهر العالم من خلال ولاد البلد، وده بيحصل ولا سيما مثلا المثال اللي انت ضربتيه بفرح ديباني. طب ليه بنستنى لما الناجحين دول ينجحوا بره ما ينجحوش ليه جوه؟ دي اللي بحاجه بقى اللي انا باكد كلامك وبتفق معاك 1000000%. احنا فعلا يمكن البعض مننا ما بيشوفش النماذج الناجحه دي، او لسه حتى ما بقتش نموذج ناجح، البوتنشال، الناس اللي هي عندها بوتنشال الواعده ما بنشوفهاش هنا. امتى بنفتخر بيهم؟ لما بيسافروا، بس ده مش الحال على طول، بس البعض بنفتخر بيهم لما بيسافروا ويثبتوا نفسهم في الخارج ونرجع نقول
ابن بلدنا. أيوة. طب ما ابن بلدنا كان فعلا ما هنا، كان في بلدنا. ابن بلدنا كان في بلدنا وكان ممكن نفرح بيه. بس هقول لك على حاجه تاني، عشان كده انا بقول النجاح ما تتوقعش حاجه من حد، اعتمد على نفسك 1000000%. طبعا ما تستناش طبعًا. اي حد يساعدك، لو جات لك فرصه انتهزها، اشتغل على نفسك وبس. مش مهم مين بيحاربك، مش مهم مين مش واثق فيك، مش مهم مين بيقول لك مش هتوصل، لانك يوم ما هتوصل الناس دي كلها هتقول انا كنت اعرف فلان، والناس كلها هتقول فلان ده كان صاحبي او فلان ده ابن بلدي. طبعا. فافرح بنفسك وثق بنفسك وانجح. وانا اتمنى ان احنا ننجح في الداخل وما نضطرش ان احنا نسافر في الخارج، حارب هنا. على فكره الناس كتيره ونماذج كتيره جدا نجحت في بلدها عندنا كمان في مصر. نتمنى ان ده يحقق، ونتمنى برضو بالتبعيه ان يبقى في مصريين في الخارج بيرفعوا اسم مصر في كل المحافل الدوليه على كل المستويات. طبعا. فدي حاجه اكيد طبعا. كمصريين بتسعدنا جدا. من ضمن بقى الناس، وعلى ذكر الناس اللي اشتغلت على نفسها، بعثة المنتخب الوطني للخماسي الحديث اشتغلت على نفسها شغل زي الفل الحقيقة، وسيطرت بالكامل على منصة التتويج في بطولة فرنسا الدولية للخماسي الحديث المفتوحة والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال طبعا الفترة من 16 وحتى يوم 19 من ديسمبر الجاري. توج معتز وائل بالميدالية الذهبية، بينما حقق مهند شعبان الميدالية الفضية، وفي نهائيات السيدات توجت سلمى عبد المقصود بالميدالية الذهبية. حاجة تبسط وحاجة تسعد وحاجة تشرف، نقول لهم مليون مبروك، وأكيد مستنيين منكم المزيد من النجاحات إن شاء الله الفترة اللي جاية. هو ده بقى الواحد بجد يعني مؤخرا بقى كريم في أخبار كتيرة جدا كمان عن الرياضات المختلفة في مصر. صحيح. اللي أبطالها سواء لرياضات فردية أو جماعية بجد بيحققوا بطولات ورانكينجز هايلة جدا. احنا ما كناش بنشوف ده من 5 6 سنين او 10 سنين، قول حاجة زي كده. في اهتمام مؤخرا، في كمان تسليط ضوء على رياضات مختلفة. واحنا صغيرين لو انت فاكر احنا كانت رياضتين بس اللي نعرفهم، الكورة كرة القدم والسكواش، لان كان احمد برادة واحنا صغيرين هو البطل، وهو اللي ادى برضو او سلط الضوء على رياضة السكواش، ما كناش نعرفها قوي يعني. فلا دلوقتي مؤخرا انت عندك رياضات كتيره جدا مصر بتحقق فيها حاجات كتيره. امبارح بقى كان بالمناسبه كان معانا رياضه غريبه جدا اسمها دودج بول، سمعت عنها؟ لا ولا. طب انت عارف بقى، ما ده اللي انا كمان امبارح اتفاجئت بيه، ده غير الرياضات اللي احنا عارفينها واللي ابطالها بيحققوا حاجات ورانكينجز وميداليات كتيره، ده في بقى رياضات اخرى احنا ما نسمعش عنها ومحققين كاس العالم. يعني الدوتش بول مصر كانت في البطوله اللي انتهت يوم 17 امبارح حققت كاس العالم بين 8 دول من القارات كلها، جامعه كل القارات. فانت متخيل ده امبارح كان معانا، فاحنا وده كمان ده يوريكي ان فعلا في رياضات كتيره لازم بقى نبتدي ندرك اهميتها ونلقي الضوء عليها. لما تبقى مصر واخده كاس العالم في بطوله، انا واحد من الناس ما سمعتش عن نوع الرياضه دي اصلا قبل كده. هي يعني. دي بقى بص، هي دي بصراحه. على كل حال تعالوا نروح لخبر حلو في خاص بي طبعا، يعني رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش هي أعلنت التصنيف العالمي الجديد، وده كان خلال الشهر اللي احنا فيه شهر ديسمبر. طيب نتكلم بقى عن أبطالنا. وصل البطل المصري أولا علي فرج هيمنته على الصدارة. بالنسبة بقى للمحترفات، هيمنت البطلة المصرية نوران جوهر على الصدارة كمان. طيب في المركز الثاني جت برضو البطلة المصرية نور الشربيني، وبعد كده هانيا الحمامي في المركز الثالث. شوف هيمنة في الرانكينجز الأولى، في برضو نور الطيب في المركز السادس، واحتلت روان العربي المركز السابع، وسلمى هاني وصلت للتصنيف رقم 13 عالميا. يعني انت عندك لاعبي وعندك لاعبات السكواش بجد مشرفنا، وكل شهر ده وبنقوله في كل تصنيف بجد حاجة محترمة. هيمنة مصرية على رياضة السكواش عالميا حاجة بجد رائعه، حاجه بجد تشرف بشكل كبير سواء على مستوى الرجال او حتى السيدات. فيعني يا ما نفسي الملف الاسكواش ده انا هوندي واستنسخ في كل الرياضات يدرس. اه والله العظيم. وانت بتقولي فيها المفروض يدرس فعلا، دي حقيقه. وعلى فكره بالمناسبه ابطالنا وبطلاتنا في الاسكواش بالمناسبه ادائهم واستمراريتهم في السيطره والهيمنه على المراكز الاولى عالميا لكذا سنه ورا بعض، التفصيله دي تاكدوا حضراتكم ان هي بتدرس فعلا. اي حد مهتم بانه يعني يبقى وكأنه بمثابة مصنع أبطال مستقبليين لازم يدرس الحالات الناجحة، ولازم يشوف أي منظومة ناجحة في الرياضة اللي هو يعني مسؤول عنها بتعمل إيه. وده اللي إحنا كنا بنقوله من شوية على كرة القدم مع فرق الأمثلة يعني. ففي حاجات كتيرة إحنا بندرس فيها، وفي حاجات أكتر إحنا محتاجين ندرس فيها الغير عشان نبقى ناجحين زيه في هذه المجالات. طيب إحنا نروح فاصل بقى؟ ونرجع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. نرحب بحضراتكم أكيد مرة كمان، وخلينا ندخل في الموضوع على طول
وكنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت عن فروع النادي الاهلي والتوسعات يعني اللي هو دلوقتي بيعمل عليها. عندنا كمان خبر حلو لان ان شاء الله قريب بعد افتتاح فرع التجمع اللي هيكون يعني خلال فتره قليله جدا، عندنا كمان حاجه جديده وهي فكره هنا ان اللجنه او عقدت لجنه انشاء فرع النادي بالعالمين، اجتماع مطول كان مع لجنه المستثمرين القادمه على المشروع القائمه عليه في الوقت الراهن، واعتقد ده انجاز وخبر جميل جدا. انت كمان يبقى عندك فرع في العالمين طبعا. يعني بص هتسافر طبعا. الساحل هتروح هنا هتروح هنا، الفرع بتاعك في النادي الاهلي موجود، اعتقد دي حاجه كويسه جدا. وكمان تناقشوا في الحقوق المترتبه للنادي تمهيدا للعرض على يعني مجلس الاداره، اداره النادي برئاسه طبعا كابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي هيكون مقبل. واعتقد في النهايه دي حاجه محترمه جدا بتعبر عن كمان يعني طموحات النادي ومشروعاته المستقبليه. وعايز اقول لحضراتكم الاجتماع شهد كمان قيام المستثمرين بشرح للمشروع من خلال المكات اللي كان معروض والخاص بيه، ودراسه جدوى طبعا كانت معموله في ضوء الامكانيات المطروحه والرابط او الربط مع المنظومه كمان السكنيه المجاوره ليه عشان يحقق مصلحه الطرفين. وكمان من المقرر ان تعقد اللجنه اجتماع لاحق خلال هتكون الايام اللي جايه عشان يتفقوا على بقيه بقى البنود اللي احتاجت لتوضيح لاستبيان الموقف بشكل يعني كامل. وتاني هقول او خلينا كده نركز نقول يعني هو ده النادي الاهلي بجد، انت بتتكلم عن كيان كبير جدا بقاله سنين طويله جدا، سيبك من قصه البطولات ودولاب البطولات والدروع اللي بناخدها والكاس وغيره، واللي احنا دلوقتي بنبني بالمناسبه اكستنشن عشان يكفي، انا مش بهزر، احنا بنبني اكستنشن عشان يكفي البطولات اللي بناخدها. فبغض النظر عن كل ده انت على المنظومه الاخرى الاداريه وفكره هنا تطوير المنشات والفروع اللي بتعملها والخدمات اللي بتقدم ليه كمان الاعضاء، حاجه انا اعتقد لو حضرتك قارنتها بأي نادي تاني مش هتلاقي مثيل ليها. ده بجد يعني يمكن أنا مشتركة في نوادي أخرى أكيد غير النادي الأهلي، مفيش ده مفيش ده بداية من فكرة التوسعات والاهتمام بالرياضات المختلفة والإنشاءات اللي بتبقى جوه النادي والصيانات اللي بتتعمل كل فترة. أكيد حضراتكم شايفين ولامسين ده تحديدا في كل الفروع، كمان فرع نادي بالجزيرة يعني احنا انت أكتر واحد بتروح تقريبا النادي كان بتشوف كل فترة في تطوير على الأرض. ف لا يكفي، شوفي لا شيء بجد محترم. شوفي الخبر اللي انت بتقوليه، انت بتتكلمي على استكمال الاستعدادات النهائية لافتتاح فرع، وفي آخر الخبر اللي انت بتقوليه بتكلمين عن بدايه الكلام على افتتاح فرع تاني. يعني فعلا هو ده النادي الاهلي باختصار عشان ما نقعدش نتكلم مع حضراتكم كتير، ده النادي الاهلي اللي دايما بيهتم بكل اعضائه، اللي بيهتم ان هو يوصل للابطال المستقبليين الموجودين في كل محافظات مصر، هو ده النادي الاهلي. بالمناسبه مجلس اداره النادي الاهلي استعرض في هذا الاجتماع ملف الانشاءات والمشروعات على مستوى جميع الافرع ومتابعه سرعه تنفيذ هذه المشروعات. استمع المجلس الى شرح مفصل من المهندس سامح علي كامل وهو المستشار الهندسي لمجلس الاداره اللي استعرض اخر التطورات في ملف الانشاءات بفرع النادي بالشيخ زايد اللي طبعا بيتضمن مقر الاكاديميات والمبنى الاجتماعي المقام على مساحه 120 متر بكافه تجهيزاته بقى طبعا، والمسجد الجديد واستكمال المنطقه الخدميه المحصورة بين المبنى الاجتماعي الجديد ومجمع الصلاة وتجهيزها بشكل مميز طبعا بالمساحات الخضراء ومناطق جلوس لخدمة الأعضاء. كمان استعرض المجلس كافة المشروعات التي تم الانتهاء منها في فرع النادي الأهلي في القاهرة الجديدة، وكمان آخر أعمال التطوير لحمام سباحة التربية والتعليم وتجهيزه لاستخدامه في الصيف المقبل إن شاء الله. حلو قوي. خلينا كمان استكمالا للاخبار الخاصه بالنادي الاهلي، مجلس اداره النادي قرر اعاده هنا تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للخدمات الرياضيه. هيعرض على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي كل الاسماء اللي استجدت عشان برضو ايه حضراتكم تبقوا عارفين ايه الجديد ومين دلوقتي المسؤولين الجدد. كمان مجلس إدارة النادي الأهلي قرر الموافقة على الاشتراك في بطولتي إفريقيا للكرة الطايرة رجال وسيدات اللي بتستضيفها مصر وإن شاء الله خلال شهر إبريل القادم. والمجلس طبعا تابع كل التطورات وتابع كل الاستعدادات، فريق الرجال لكرة الطايرة هيشارك في البطولة العربية إن شاء الله اللي هتقام كمان في شهر فبراير المقبل، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. استكمالا برضو مجلس إدارة النادي الأهلي قرر كمان تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا هنا لكرة اليد رجال وسيدات اللي هيستضيفها النادي الأهلي في الفترة كمان اللي جاية، برضو اسم كبير ومحترم نتوقع منه الكتير في الفترة اللي جاية. طيب ده كان جانب
من اخبار النادي الاهلي، تعالوا نعرف بقيه الجوانب بقى وبقيه التفاصيل المتعلقه بفروع النادي الاهلي المختلفه وفرقه المختلفه. هنروح على اهلي الجزيره لان زميلتنا العزيزه مريم سميح موجوده هناك وجاهزه عشان تعرفنا بكل المستجدات. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي. صباح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوند، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. طبعا هيكون في هذه الجولة كل الأخبار المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الرياضات المختلفة، ولكن خلينا طبعا نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم اللي امبارح الحقيقة اختتم مرانو ظهر أمس، ده طبعا استعدادا لملاقات فاركو في الجولة الثامنة من بطولة عمر الدوري الممتاز. طبعا الحقيقة أن بعد يعني مران أمس الحقيقة بعد الانتهاء منه تم السفر، أو يعني الحقيقة أن هم الفريق سافر بالكامل للدخول في معسكر استعدادا لطبعا النهاردة ملاقات فاركو على استاد برج العرب. سافروا امبارح طبعا للإسكندرية. المران الحقيقة امبارح كان في عدد من الفقرات الفنية والخططية طبعا اللي تم تنفيذها في المران استعدادا لفاركو، وأيضا طبعا ثلاثي حراس المرمى الحقيقة أن هم يعني تلقوا تدريبات على يد مدرب حراس المرمى ميشيل يانكن، سواء محمد الشناوي ايضا علي لطفي وايضا مصطفى شوبير. والحقيقه ان كان في محاضره مطوله من المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي طبعا مستر مارسيل كولر. الحقيقه ان كانت المحاضره المطوله دي عن كل الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بفاركو. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي في صدارة ترتيب جدول الدوري ب 19 نقطة، ده طبعا بعد التعادل مع فيوتشر. الحقيقة ان احنا النهاردة بنتمنى لهم كل التوفيق في طبعا تمام الساعة 5 مساء، والحقيقة ان هم يعني يرجعوا للقاهرة بثلاث نقاط جديدة. ننتقل بقى لقطاع الناشئين. الحقيقه ان خلال الفتره الماضيه قطاع الناشئين محقق يعني الحقيقه نتائج كبيره جدا على كل الفرق المشاركه في البطولات، خاصه بطوله الجمهوريه. طبعا بدايتنا النهارده في قطاع الناشئين بفريق 2003 اللي حقق الفوز وقدر ان هو يحقق الفوز على نادي الزمالك، ده طبعا في الجوله ال 14 من بطوله الجمهوريه، طبعا يعني قمه بطوله الجمهوريه. والحقيقه ان النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز بنتيجه 1-0 أو بهدف دون رد. هي طبعا أنه هو كده قفز لصدارة ترتيب الجدول يعني ب 29 نقطة، ده طبعا بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مباراة واحدة فقط. طبعا المباراة كانت أمس بتقام على ملعب كلية الزراعة بالجيزة. أهلي 2007 أيضا في قطاع الناشئين قدر أنه هو يحقق فوز مهم طبعا على نادي بيراميدز بثلاثية مقابل هدف واحد فقط، ده طبعا في المباراة اللي أقيمت أمس على ملعب الأهلي بنادي الأهلي في مدينة نصر، ده طبعا ضمن الجولة ال 13 من عمر بطولة الجمهورية. كده طبعا يعني بيكون في رصيد 2007 32 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات وبعد التعادل في مبارتين والخسارة في مبارتين فقط. ننتقل بقى للفرق الرياضية الأخرى والأخبار الخاصة بالفرق الرياضية الأخرى، وطبعا بدايتنا مع رجال سلة الأهلي اللي قدروا أن هم يحققوا فوز مهم طبعا من بطولة دوري السوبر للسلة بعد الفوز على نادي الزهور بنتيجة 92-62، ده طبعا في ثاني مواجهات دور ال 16، وبكده يكونوا قدروا أن هم يعني ينتقلوا أو يعني الحقيقة أن هو يصعدوا لدور الثمانية. طبعا الحقيقة أن في دور ال 16 الحقيقه ان رجال سلة الاهلي قدروا ان هم يفوزوا في المباراتين اللي التقوا فيهم مع نادي الزهور. طبعا يعني بتبدا المرحله بقى المقبله، او يعني الحقيقه ان ترتيبات النادي الاهلي او رجال سلة الاهلي بتبدا للمرحله المقبله اللي هتبدا يوم 30 من ديسمبر الجاري. ايضا طبعا رجال طائره الاهلي او الماسترز الحقيقه ان هم قدروا ايضا يعني ان هم يعني يصعدوا لثمن نهائي بطوله كاس مصر طبعا بعد الفوز على الجزيره بنتيجه 3-0. الحقيقه ان كانت مباراه قويه جدا مساء امس، الحقيقه ان هم استعرضوا يعني كل المهارات الخاصة بالفريق، والحقيقة ان هم قدروا يسيطروا على المباراة كاملة ويفوزوا بيها 3 أشواط مقابل لا شيء طبعا في اطار مباراة دور ال 32. الاهلي طبعا هيواجه نادي الصيد في ثمن نهائي كاس مصر. الحقيقة ان احنا بنتمنى لهم كل التوفيق وان هم يرفعوا الكاس خلال الفترة المقبلة.
ننتقل بقى لسيدات طائرة الأهلي، طبعا فتيات الذهب قدروا أيضا أن هم يعني يحققوا فوز مهم جدا على نادي 6 أكتوبر أيضا بنتيجة 3 أشواط يعني مقابل 0، أو يعني الحقيقة أن هم حققوا المباراة وسيطروا على مجريات المباراة كاملة طبعا بنتيجة 3-0، وده في الجولة 11 من عمر بطولة الدوري. طبعا إن شاء الله يوم الجمعة المقبل هيلاقي طبعا سيدات طائرة الأهلي أصحاب الجياد، ده طبعا يوم الجمعة المقبل ضمن برضو مباريات دوري طائرة الأهلي. اخيرا بقى استكمالا لكل الاخبار الخاصه بالفرق الرياضيه الاخرى، الحقيقه ان يعني كابتن خالد العوضي المدير العام للنشاط الرياضي الحقيقه ان هو امبارح اعلن عن التعاقد مع روان سعيد عبد الله، ده طبعا لتدعيم صفوف سيدات يد الاهلي. طبعا الحقيقه في صفقه مميزه جدا، والحقيقه طبعا ان يعني تم التعاقد معاها علشان تدعم صفوف سيدات يد الاهلي خلال الموسم الجاري. وطبعا اكيد يعني خالد العوضي كمان اعلن ان هو انهى اجراءات التعاقد مع روان سعيد عبد الله لمده 4 مواسم مقبله، ده طبعا علشان يكون في زياده في صفوف الفريق وعلشان يكون في اداء مميز طبعا خلال الفتره المقبله اللي طبعا اكيد فيها مواجهات وبطولات كبيره. طبعا خلال الفتره اللي جايه هيكون يعني موسم مليء بالبطولات. الحقيقه ان روان سعيد عبد الله خالد العوضي اكد ان هي يعني الحقيقه ان هي صفقه مميزه جدا، خاصه ان هي بتمتلك الحقيقه قدرات فنيه عاليه جدا في مجال يد الأهلي. طبعا الحقيقة أن دي كانت كل أخبارنا بالفرق الرياضية الأخرى، وأيضا أكيد طبعا يعني فريقنا الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إحنا بنتمنى له كل التوفيق النهاردة أمام فاركو في تمام الساعة 5 مساء، والحقيقة أن إحنا بنتمنى أن هم يعودوا للقاهرة ب3 نقاط جديدة ويستمروا في صدارة ترتيب جدول الدوري. كلنا بنتمنى يا مريم، وان شاء الله ده اللي يحصل باذن الله. بنشكرك على تغطيتك المتميزه، جزيل الشكر. شكرا لك. شكرا لزميلتنا العزيزه مريم سميح. طبعا خلينا ننتقل لملف جميل جدا، ويمكن في زحمه المونديال احنا ما ركزناش عليه، مش احنا بس، ناس كتيره في اليومين اللي فاتوا يعني كان بنتكلم عن كاس العالم وبطولة مستر أوليمبيا للقوة البدنية. طيب مين اللي تصدر فيها؟ وتصدر فيها عملاق مصري، بطل مصري زي ما الصحافة قالت عليه تحديدا، هو مينا عبيد، حصل على لقب مستر أوليمبيا طبعا للقوة البدنية، ودي مش للمرة الأولى ولا المرة الثانية، للمرة الثالثة على التوالي، واسم كبير جدا. يمكن بس تسليط الضوء عليه مش كافي، أنا أعتقد إن احنا لازم نهتم بيه أكتر من كده زي ما اهتمينا بجرامي قبل كده. لكن بجد مينا من الأسماء الناجحة جدا والمحققه فعلا في هذه البطوله حاجه محترمه، بقول لحضراتكم للسنه الثالثه على التوالي، وكسر الرقم القياسي بتاعه كريم ان هو قبل كده شال 345 كيلوغرام، احنا بنتكلم ان هو حمل 355 في النسخه دي كيلوغرام، انت متخيل يعني ايه بتشيل 355؟ انت فاهم حاجه؟ انا تعبت لما قلت الرقم بس 355 وفي الوقت اللي مينا عبيد قدر انه يرفع فيه 355 كيلو، في كتير مننا بيصحى من النوم بس كيلو بيشيل 5 كيلو تصحي من النوم مكسره ومش عارفه تبتدي يومك. انا بشيل 5 كيلو في الجيم والله، والله بتوجع كمان. بس دلوقتي انت تتكلم عن مينا عبيد، هذا البطل المصري والايقونه المصريه زي ما حضراتكم شايفين من خلال الفيديو جراف، هو اصبح بشهاده الجميع اقوى، او اخذ لقب اقوى رجل في العالم. ما شاء الله. فتاني هنرجع نقول اي مصري بيروح في الخارج ويرفع اسم مصر في اي محفل عالمي او دولي، ده بجد اضافه لينا كلنا. مبروك يا مينا، وسنه صغير قدامه مستقبل كبير جدا وحاجه محترمه، والسنه الثالثه على التوالي بيرفع اسم مصر. انا اعتقد ان هو محتاج تسليط ضوء اكتر من كده، نتمنى في الفتره اللي جايه ان هو يناله، لان هو حقيقي يستحق. طبعا نروح بقى للناس اللي بتصحى من النوم جسمها مكسر وبتحس بتيبس شديد جدا في العضلات. من خلال الفيديو جراف اللي هنعرضه على حضراتكم دلوقتي هنتعرف على مجموعة نصايح عشان نقي أنفسنا من هذا الأمر. هنشوف الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع بقى عشان نستقبل ضيفنا العزيز في أول فقرة حوارية. خليكم معنا. يا أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. وطبعا انتهى المونديال، ولكن لم ولن ينتهي الحديث عن المونديال، ولا عن أجواءه ولا عن أصدائه ولا عن أبرز لقطاته، على الاقل الفتره مش قليله. هنتكلم عن كل هذه الامور، وكمان عندنا كلام هنتكلم فيه يخص لقاء الاهلي النهارده ان شاء الله امام فاركو، كل ده هنتكلم فيه مع الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده الاستاذ محمد مصطفى. يا صباح الخيرات. صباح الفل يا استاذ كريم. صباح الفل يا سيدي. اهلا وسهلا، مبسوط جدا اني معاكم واحلى كمان والله. وانا مش عارفه ابدا منين، نبدا مونديال ولا نبدا فاركو ولا نعمل ايه؟ خلينا في المونديال. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ شوفي رد الفعل. لا بس اهرب
دي وراها كلام كتير على فكرة. طبعا. يعني حضرتك من الناس اللي شافت في فارق كبير، وبعد المونديال الواحد نفسه شوية بتقفل فكرة ان انت تعود مرة تانية لبعض النماذج اللي لسه فيها فارق كبير عن اللعبة الدولية او الكرة الدولية، يعني بتتبنى الفكرة ده؟ طبعا. اولا انه المونديال اصلا كاس العالم ده حدث، يعني بيحصل كل 4 سنين، الناس كلها بتستعد ليه. النهارده مصر بنجهز لكاس عالم 2026، المفروض يعني بنجهز لكاس عالم 2026، العالم كله نفس الكلام. دي حاجه. الحاجه زي اللاعب مثلا لما بيجهز الاولمبياد، هو الناس بتجهز اولمبياد باريس من دلوقتي 2024، حدث استثنائي، حدث كبير زي مهرجان سينما يعني. ده جزء او شق. الشق الثاني ان الكره في اوروبا والكره في العالم متقدمه عننا، احنا بعاد جدا. بعاد جدا لاسباب كتير، يعني احنا ما عندناش قطاعات ناشئين كويسه، ان احنا ما بنكتشفش المواهب، ان احنا كل قصص النجاح اللي عندنا اللي بتطلع اوروبا هي قصص فرديه مش مبنيه على اسس او مبنيه على بحث عن موهبه. يعني مش فكر ممنهج، هو فكر عشوائي بحت. ومحمد صلاح يعني لو ربنا ما كانش يعني قدر ليه ويسر له الامور وقفل له ولاد الحلال، يعني ما كانش الامور هتكمل مع محمد صلاح، ولكن هو ربنا بيحبه ان هو يسر له الامور والامور مشيت. ليه ده حاصل؟ يعني زمان ما كانش فيه غير الكشافين بشكلهم المتواضع البسيط الكلاسيكي لدور الكشافين، ومع ذلك كانوا بيعرفوا يطلعوا من قرى ونجوع وحواري وكل حته في مصر بيطلعوا مهارات استثنائيه. صحيح. دلوقتي احنا عندنا كشافين وعندنا وكلاء اعمال وعندنا اكاديميات وعندنا قطاعات ناشئين في انديه مختلفه. صحيح. ومع ذلك حضرتك بتقول اللي انت بتقوله ده ليه؟ ما هو ليه ده حاصل؟ لانه الكوره زمان كانت حاجه مش بتكسب قوي زي دلوقتي. فكان الكشاف لما بينزل يجيب لعيب مثلا يوديه نادي كبير، هو بالنسبه له هو كان بيحب النادي ده، هو بيحب ان هو يدور على لعيبه. دلوقتي لا، الوكاله دلوقتي هم اللي مسيطرين على سوق الكوره في مصر، لانه الوكاله في النهايه هو عايز يكسب. طبعًا. ان كان بقى اللاعب ده هيروح فين، اللاعب ده هينتقل من نادي ايه لنادي ايه، ففي النهايه هو الوكيل بيحاول ان هو يكسب، بيحاول ان هو يطلع باكبر المكاسب الممكنه. بعض الوكلاء بيسيطر على انتخابات انديه، بيسيطر على انتخابات اتحادات. فللاسف قصه الوكلاء لما دخل بوظت الامور. النقطه الثانيه، بس دي موجوده في العالم كله، اشمعنى عندنا بس باظت؟ لانه احنا كمان عندنا اللي ماسكين كره القدم في مصر للاسف الاتحادات، اتحاد الكوره، هم مش متخصصين. يعني تلاقي اسامي مش همها الكوره، هي همها شخصيه، يعني من الاخر وجاهه، هو مبسوط بالمنصب، بس ما فيش اي خطه. يعني تقدر تقول لي ايه خطه الكره المصريه لغايه 2026؟ هو المفروض دلوقتي إيه اللي احنا فهمناه من خلال الفترة الأخيرة وتطوير المنظومة في منظومة كرة القدم في مصر، إن فكرة أنت عايز تحسن التحكيم فأنت جبت مايكل كلايتنبرغ، إن أنت عايز تعيد صياغة الجدول بتاع الدوري وغيره الجدول بتاعنا، فأنت مفروض بتشتغل على ده. دلوقتي ما اتحلتش، بس يعني إن شاء الله ابتديت إن أنت تعمل صفقات جديدة وتسهل على الناس، وبقى في دلوقتي مفروض بادجت معين بيتم صرفه، ابتديت تنقي المدير الفني وتحط له تعاقد يعني آمن إن هو يفضل موجود لغاية لما تنتهي الفترة بتاعته. دي الحاجات او القرارات اللي احنا شفناها، هل ده كافي اصلا ولا ده هيعمل اي فارق؟ لا طبعا غير كافي، غير كافي. لانه النهارده انا علشان اعمل اطلع لعيبه يقدروا يلعبوا على مستوى دولي كبير، من واحد لازم اهتم بقطاعات الناشئين. اكيد. هل قطاعات الناشئين النهارده عندي قويه؟ اخر منتخب ناشئين او شباب انت فاكره عمل حاجه قول لي كده اسم لعيب منه، هتلاقي نفسك مش فاكر. اسال الناس كلها دلوقتي، افتح تليفونات كده اسال اخر منتخب شباب. خايف اقول لك ايام دي احمد حسن لما كان لا عايز اقول لك الرد ده. هو حرفيا اخر منتخب شباب لينا كويس كان منتخب اللي كان فيه محمد صلاح واحمد حجازي والنني، لما راحوا خرجوا من دور 16 في كاس العالم في كولومبيا 2011، واتاسس على المنتخب ده مع الجيل بتاع 2009 اللي يعني فشل. انت شايف ان انصلاح الحال في منظومه كره القدم المصريه محتاج شيء من القرارات الثوريه اللي ينتج عنها تغيير جذري في للامور اللي تحتاج تغيير؟ خلينا يا استاذ كريم نحطهم في نقط. نمره واحد، لازم تهتم بقطاعات الناشئين. تمام. نمره اثنين، لازم يكون في كشافين وبحث عن مواهب، والموضوع ما يبقاش اكاديميات وفلوس بس. النهارده اللي معاه فلوس بس هو اللي بيلعب كوره، انما انت عندك شباب تقدر ان انت تكتشفهم وتقدر ان انت تشتغل عليهم، بس في جزئيه الفلوس دي هتبقى عائق كبير جدا، لانه الموضوع دلوقتي كله اكاديميات. حتى اتحاد الكوره بدا يمشي في سكه الاكاديميات. النقطه الثالثه وهي ان الاكاديميات دي لسن معين، الاكاديميات دي مكمله لغايه لما يبقى 18 سنه. اللاعب لما يتاسس هيتاسس فين؟
ما هو بيبدا اكاديميه كان... وبعد كده قطاع ناشئين المفروض الطبيعي كويس. لو حد مش مقتدر، لو حد من كره، لو حد من نجوع، نص لعيبه مصر كانوا من كره ومن نجوع. تم اكتشافهم من هناك. فالنهارده انا عشان اكتشف المواهب اللي من كره ومن نجوع من الشوارع، مبقاش في كوره في الشوارع دلوقتي. فانا عشان اكتشف اللعيبه دي لازم اوفر لهم اماكن، عندي مراكز شباب كتير جدا. اول ما قلت ظاهره الماتشات الكوره اللي في الشوارع واللي تحت الكباري، الحال مبقاش هات لي لعيب حريف دلوقتي، مفيش. الدنيا قلت. النقطه الثانيه، وانه عشان اطلع اللعيبه النهارده عندي تلعب بره في اوروبا، انا لازم اجبر الانديه بصيغه ما ان هي توافق على عروض الاحتراف للاعبين. انا عندي لعيبه النهارده تطلع تلعب في اوروبا في اماكن كويسه جدا وياخدوا السلم من اوله زي محمد صلاح. عشان اقدر اطلع اللعيبه دول اطلعهم ازاي؟ لازم اجبر الانديه بشكل ما. هل ينفع ان انا اروح كاتحاد كوره ولا كوزاره اجبر النادي اقول له لا لازم تسيبه يطلع اوروبا يتوافق على العرض ده؟ مش هعرف اعمل ده. بس ممكن بصيغه ثانيه ان انا اعمل لائحه لعب مالي نظيف زي اللي اتعملت في اوروبا، انه انت عندك مصاريفك لازم ان هي تغطي ايراداتك، لازم تغطي مصاريفك. وتفصل شركات الكوره زي ما الاهلي خد النهج ده وبدا ان هو يشتغل على شركه الكوره. فالنهارده لما يكون عندك شركات كوره ليها مصروفات وليها ايرادات، عندك حد اقصى للصرف، فوقتها الانديه لما يجي لها عروض احتراف للاعبين هتبدا تطلعهم وتبدا تجيب من تحت، تقدر تطلع من الشباب والناشئين. انا ممكن اجبر الانديه في وقت من الاوقات خلال المواسم ان هم يشركوا مثلا 9 لاعبين واثنين لاعيبه يبقوا تحت السن مثلا، وانه مثلا القايمه كتمهيد لتصعيدهم بعد كده بالظبط، القايمه 30 لعيب احط مثلا لازم 5 منهم يبقوا تحت السن مثلا. ولكن في النهايه هي كلها افكار ومقترحات، لازم انت تحط خطه ايا كان ايه هي الخطه، بس قول لي خطه. عرفني انت رايح فين، احنا في 26 هنبقى فين، مين الجيل اللي صاعد النهارده جديد، لعيبه صغيره. ما يعني انت النهارده كارلوس كيروش اكتشف لعيبه طلعهم للمنتخب زي عبد المنعم، زي عمر كمال عبد الواحد، زي حسين فيصل، زي جاب لعيبه كبيره جدا واكتشفهم وعاد اكتشفهم، بس ده عشان عين مدرب بس. انما انت عندك المنظومه كلها فيها خلل وفيها مشاكل كبيره جدا. فلازم انت النهارده تحط حلول جذريه لكل حاجه وتشتغل عليها، وتقول ان انا مثلا 2026 هيكون عندي الشكل ده والنهج ده في الكوره، هنقدر نوصل لمراحل بعيده ومراحل نقدر ان احنا ننافس مع فرق كبيره جدا. النهارده المغرب عندها اتحاد كوره قوي جدا، جماعه الملكيه المغربيه قدرت ان هي تحافظ على حقوق انديتها وقدرت تحافظ على حقوق المنتخب. النهارده عندهم قاعده من اللعيبه مهمين جدا، هم واخدين دوري ابطال وكونفدراليه، وعندهم لعيبه بتلعب في اوروبا في باريس سان جيرمان، اشرف حكيمي، انجي الفرنسي بيلعب فيه بوفالو، بيلعب فيه الاوناحي واحد من افضل لعيبه البطوله اللي انريكي اعجب بيه، سفيان مرابي بيلعب في فيورنتينا، رومان سايس كان بيلعب في ولفرهامبتون راح بشكتاش بالظبط، مزراوي بيلعب في بايرن ميونخ، حارس المرمى ياسين بونو بيلعب في اشبيليه، والنهارده بايرن ميونخ بيتكلم عليه بعد اصابه نوير. فانت بتتكلم في لعيبه بيلعبوا في التوب ليفل في اوروبا. انا عندي كام لاعب في التوب ليفل في اوروبا عشان اقدر انافس الفرقه دي؟ وجهه نظر، هي وجهه نظر برضو، بس الواحد برضو في الاول وفي الاخر كده بيجي يتكلم ونقعد نحلل ونتكلم مع ضيوفنا ونسمع التحليلات المختلفه، الكلام كله جميل، بس على الارض فعلا لما يجي يطبق تحس ان في مشكله. يعني في يا حد مش عايز المنظومه الكرويه تنجح في مصر، يا حد مش عارف، ما هو يا مش عايز يا مش عارف بالزبط. لان كده صعب، واللي بيدفع الثمن في الاخر المنتخب والجماهير المصريه. ما الواحد يبقى عنده كوادر جميله وناس نفست قبل كده وناس فازت يعني بطولات عظيمه جدا وفازت على منتخبات شاركت في المونديال هذه النسخه، وتيجي تلاقي منتخبك مش موجود، فكده في عله ما احنا محتاجين نفهمها بقى. لان كمان لو ده تم تطبيقه في المونديال القادم لا بقى، يعني يبقى لو ربنا. لا يبقى لازم محاسبه يا كريم بشكل حاسم، لان ما اسمها خلي بال حضرتك من حاجه يا استاذ محمد برضه، هو ما فيش محاسبه بالزبط. يعني هو في حد اتحاسب على حاجه؟ مين اللي حاسب اتحاد الكوره على الميل اللي انت هتنظم نهائي دوري ابطال افريقيا وفي النهايه ما حدش عارفه، وبعد كده قال لك لا اصل كنا بنسلم اتحاد الكوره الجديد والقديم، وقعدوا يرموا على بعض المسؤوليه، وفي النهايه النادي الاهلي لعب نهائي دوري الابطال في المغرب. حد اتحاسب؟ محدش حاسب في اتحاد الكوره. اقول لك على حاجه كمان، 2018 كاس العالم لما رحنا روسيا احنا كنا المنتخب الاخير رقم 32 في القايمه في اكتر المنتخبات تنقلا، مش عارف سافرنا كام ميل، كان حتى معمول تقرير امريكي معمول عن اكتر المنتخبات تنقلا في كاس العالم، كنا احنا اكتر منتخب اتنقل عشان قعدنا في الشيشان اصلا ما قعدناش في روسيا. لما حصلت المشكله وراحوا مع الرئيس الشيشاني وحطوا محمد صلاح في ورطه في وقتها مع الصحافه في اوروبا. ايوه فاكرين وقتها، يعني كان من قريب محمود فايز كان مساعد كوبر وقتها قال لك انه الميل اتبعت من 2015 لكل المنتخبات في العالم علشان اللي هتشارك في التصفيات ان انت لو هتروح روسيا هتلعب فين.
بيقول لك ما حدش رد على الميل، هو ما حدش بلغهم ان في ميل. ما كانش في وقت يا استاذ محمد، ما يعني ما كانش في وقت 2015، ما كانش في وقت 2021 مع الاهلي يعني. في نهائي دوري الابطال هو بيشتغل ايه في اتحاد الكوره؟ طيب ما عايزين نفهم يعني. على ذكر الاهلي شفت سحبناك ازاي من المونديال؟ تعالى بقى ارجع لنا محليا بقى عشان نعرف نتفك معاك. لسه اتكلمناش عن المونديال، احنا اتكلمنا عن اتحاد الكوره. انسى بقى المنتخبات وخش بينا على فاركو، وخش بينا على ماتش النهارده ورؤيتك وتوقعاتك وكمان رؤيتك مبدئيا للمشوار اللي اتقطع حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي في النسخه دي من الدوري. بص، النادي الاهلي احسن صفقه عملها هي مش صفقه لاعب، هي صفقه اراحه اللاعبين قبل كولر كمان. اراحه اللاعبين من الموسم اللي فات، لان اللعيبه كان عندها حاله من الاجهاد غير طبيعيه، كان عندك كم اصابات غير طبيعيه، السوليه وحمدي فتحي. لا هو الفريق كله توفيق. كان مش معانا تقريبا كل الفريق، اللعيبه خلاص اوت اوف مود، لازم انت ترجعهم وتريحهم فتره عشان يقدروا ان هم يستعيدوا نشاطهم وحيويتهم زي اللعيبه في اوروبا. يعني لازم يريحوا فتره الصيف عشان يقدر يرجع يلعب مره ثانيه. فالحقيقه دي اهم صفقه عملها النادي الاهلي وهي اراحه اللاعبين. النقطه الثانيه، طبعا انت جبت مارسيل كورة من بدايه الموسم، وبالتالي هو حضر فترة الإعداد مع اللاعبين، قدر يحط إيده على نقاط القوة والضعف، يحدد احتياجاته. فدي كانت مهمة جدا، أن أنت تحدد مدير فني من بداية الموسم ويحضر فترة الإعداد، ما يجيش مع بداية موسم أو منتصف موسم أو فترة حرجة. النقطة الثالثة، كولر فعلا حط إيده على نقاط قوة في النادي الأهلي، ووضح جدا الفرق بتاع الراحة وفرق إعداد كولر في البداية في أداء النادي الأهلي مع بداية الموسم. حصل دروب الفترة اللي فاتت في الأداء والشكل، بفوز 2-1 بالعافية في مباراة طلائع الجيش، ولكن بعد كده في مباراة فيوتشر، رغم إن المباراة كانت في المتناول جدا. طبعا أنت فيوتشر كان بيلعب ناقص العدد، والأهلي كان يقدر إن هو يخلص المباراة من بدري بأكتر من هدف، ولكن حصل حالة تراخي غريبة جدا، وفي النهاية كمان ما وفقش مجدي قفشة في تسديد الضربة الأخيرة. فأنا أظن إن كولر كمان كان الميزة فيه إنه حتى والنادي الأهلي بيفوز كان دايما بيقول لك إنه لا، في مشاكل فنية ما طلعش. لسه كذا مرة قلت في التصريحات بتاعته بصراحة تؤخذ ليه جدا بالزبط. إن فكرة هنا إنه الراجل عنده شفافية، ما عندوش بقى طالع أصل إحنا بقى ظلمنا، أصل إحنا مش عارف عارف تعليق الأخطاء على شماعة الغير دي، إحنا زهقنا منها. فإحنا دايما، ويمكن برضو على فكره اللي كان كده بصراحه موسيماني برضو كان في شفافيه يا كريم، واحنا كذا مره عرضنا تصريحات ليه، عمره ما كان بيتكلم ان لا، الراجل كان عنده شفافيه. الاهلي بيأثر، بيقول اتكلم كذا مره في الفينش، بالمناسبه لحد دلوقتي عندنا مشكله في الفينش. صحيح. هو ايه القصه يعني؟ مارسيل كولر على فكره مدير فني اجمع كل تقريبا الجماهير الاهلاويه ان هو متميز جدا طبعا. بس ستيل عندنا ازمه النهايه، الفينش بتاعنا، يعني احنا بنضيع مننا فرص عظيمه. ليه بقى؟ لان هو لازم يشتغل على انهاء الهجمات مع الفراوده، ولازم يثبت على فرويد واحد من الثلاثي شريف وشادي حسين وحسام حسن. الروتيشن هيبقى مطلوب في وقت من الاوقات، زي ما النهارده مثلا غايب عنك شادي حسين، فهتبدا بشريف او حسام حسن، ولكن محتاج ان انت تشتغل مع الفراوده على انهاء الهجمات، محتاج ان انت تشتغل على تكتيك معين، ازاي انه ان عندي مهاجم رقم 9 انا لازم اشتغل عليه، انا هشتغل عليه ازاي؟ يعني النهارده شادي حسين ستايله مختلف عن ستايل شريف، مختلف عن ستايل حسام حسن سترايكر رقم 9، هو عايز عرضيات وعايز حد يخدم عليه. شادي حسين شويه ممكن ينزل لتحت، شريف ممكن يتحرك اكتر على 18 ويدي مساحات للطرفين ان هم يضموا لجوه ويشتغلوا في القلب، زي مثلا يدي فرصه لبرونو سافي او الشحات او عبد القادر يشتغل. فهو محتاج يشتغل على الفراوده اكتر وانهاء الهجمات. اظن ان دي جزئيه فنيه هتبقى مهمه جدا، وهيبقى ضغط على كولر ان هو يشتغل عليها قبل كاس العالم للانديه كمان، لان النادي الاهلي اكيد هيقابل مستوى مختلف طبعاً عن المستوى اللي قابله في الدوري المصري. ما حدوته ثانيه خالص. ده احنا اللي عايزين نتكلم في ده بالتفصيل بقى. ده اكيد. وبعدين كمان عندنا دلوقتي الدوري المصري، احنا كان في 3 مباريات للاهلي يوم 21 25 29، فلازم الكلام من دلوقتي بقى، انت هتعمل ايه في الماتشات دي؟ يعني لانه اكيد لازم مباريات ترحل. هترحل، ما تجيش تقول لي في الاخر انت هتضغطني وتلعب كل 3 ايام، لانه انا فاهم. هنرجع اللي كنا عليه، هترجع لنفس المشكله. هجهز نفسي ازاي؟ هل اعمل وديات؟ قال برضو يعني هجهز نفسي ازاي مش كفريق؟ محتاج وديات، مش محتاج لانه خلاص فرقه وسط موسم، وانت اوريدي بتلعب مباريات دوري ومباريات قويه، ولكن محتاج ان انت تريح قبلها باسبوع علشان تقدر انت تحضر اللعيبه. عشان هو لو احنا اتكلمنا ان في ماتش يوم 29، يبقى كده الفارق قد ايه تقريبا؟ ده الاهلي هيلعب اول فبراير كمان، فرق هي 3 ايام. صحيح. فلازم مباراه 29 تطلع ما كنتش موجوده. هو كان عامر حسين رئيس لجنه المسابقات كان يتكلم انه الدوري اكيد مش هيخلص في الوقت اللي تم تحديده سابقا في شهر 6 اللي اتكلموا فيه، وده اللي احنا بنتكلم فيه بقى لنا سنين طويله. خلينا برضو نقف كده او نبتدي معاك كلامنا عن الدوري بمباراه النهارده، وتوقعاتك ايه ورؤيتك ايه؟
فاركو بيمر بفتره شويه حرجه، هو في مركز تاسع، اداؤه في الموسم اللي فات كان افضل شويه بكتير بصراحه. بالظبط. وخالد جلال تمام كمان لما تم اقالته وجابوا ايهاب جلال. ايوه انا اظن ايهاب جلال هيحتاج وقت شويه، لان اي فرقه بيمسكها ايهاب جلال بيحتاج وقت في البدايه. ليه؟ ما هو ده لسه كنت عايزه، يعني ده سؤال كنت محضراه فعلا، ان انا عايز اعرف هو كابتن ايهاب جلال له تاريخه، لكن ليه دايما لما بيروح مع فريق او منتخب لازم ياخد فتره؟ يعني ما شفناش ده مع كل المديرين الفنيين على فكره، لا بيحصل سرعه. شفنا مع موسيماني، شفنا حتى ركراكي مع المغرب، شفنا مديرين فنيين كتير جدا اتغيروا ما اخدوش صحيح. الوقت ده المدربين دول بيلعبوا كره واقعيه، هو بيشوف الادوات اللي موجوده في الملعب بيلعب على اساسها. ايهاب جلال عايز يعمل العكس دايما، وعايز ينفذ فكره ايا كان مين اللي موجود. حتى لو لاعب ما بيعرفش يعمل بيلد اب، هو عايز يشتغل بيه يعمل بيلد اب من تحت، ويبدا انه يطلع بالكره من تحت ويطلع بالتيكي تاكا وينقل الكره على الارض. وده ممكن ما يكونش واقعي مع مستويات انديه اقل شويه، يعني لما تلعب شويه مع توب ليفل فرق كبيره تقدر ان انت تعمل ده، عندك ادوات تقدر ان انت تنفذ الكلام ده، ولكن مع مستويات اقل شويه، مع احترامنا طبعا لكل الفرق اللي مسكها كابتن ايهاب جلال، ولكن فنيا لا بالظبط، فنيا لا، اللعيبه بيبقى عندها مشاكل في البيلد اب، عندها مشاكل في بناء الكوره، لا اللعيبه في وقت من الاوقات لما بتنزلي عايزه تطفش. انت ما تجبرهمش دايما انه لازم تبني كوره من تحت، لانه قطع الكوره اول ماتش لإيهاب جلال مع نادي الزمالك كان خسر من النادي الاهلي 3، وكان بسبب اخطاء اللي هو عايز يبني الكوره من تحت، واستغلها النادي الاهلي كويس جدا وكسب المباراه دي. ونفس الكلام كان عايز يعمله برده مع منتخب مصر، ولكن كانت مشكلته اظن مع منتخب مصر هي مشكله قياده، ومشكله اداريه اكتر منها مشكله فنيه. يعني لو إيهاب جلال لو كان اداريا قوي كان يقدر ان هو ما لحقش ياخد اي وقت تقريبا، يعني لانه في البدايه كان الاختيار مش هو الصائب، ونال انتقادات كبيره جدا، اثر عليه وهو ما كانش قوي كفايه في ان هو يسيطر على الفريق. يعني قصاد قرارات مش صح من الاول، يعني ليه قرارات خاطئه وبتاخد مننا وقت، ونقعد احنا نندهش ونبدي استنكارنا وتعجبنا ونرجع بقى نتكلم. انت اللي هترجعني تاني دلوقتي. عشان هم وقتها اتكلموا مع كابتن حسن شحاته وقالوا له هتيجي تدرب، واتكلموا مع كابتن حسام حسن وفتحوا باب معاه، واتكلموا مع كابتن ايهاب جلال، وكل واحد في اتحاد الكره وقتها كان ليه راي، ده بيكلم ده وده بيكلم ده وده بيكلم ده. وقتها كمان كابتن حسن شحاته زعل ازاي انتوا بتكلموني وبعد كده قال لكم بتتفاوضوا مع حد تاني. في الاخر جابوا كابتن ايهاب جلال بناء على رغبه اثنين هم اللي كانوا مسيطرين على اتحاد الكره. هو كابتن حسن شحاته كان ممكن ان هو يبقى فرصته يعني حلوه لو كان مسك المنتخب وقتها. انا رايي لا، انا رايي محتاجين كابتن حسن شحاته في الوقت ده انه يكون راجل بيخطط للكره المصريه، انا عايزه حاجه اكبر من كونه مدير فني لفكره رؤيه يعني عامه ضمن منظومه تطوير الكره المصريه. بالظبط. وللاسف احنا ما بنستفدش من نجومنا، لانه بره في اوروبا بياخدوا النجوم القدام دول، وتلاقي بقى النجم ده قاعد في منظومه تطوير الكره المصريه خلاصه خبراته بيحطوها لهم على الترابيزه. بالظبط. انما سنين النهارده عمره اللي فناها كنجم في اللعبه بيقول لهم سواء مدرب او لاعب، يعني بيتكلم على كابتن جوهري قبل الله يرحمه طبعا قبل ما يتوفى، احنا قعدنا في السنوات هو موجود في الاردن وموجود في مناصب كتيره وما كانش مستفاد بيه في منتخب مصر. كابتن حسن شحاته نفس الكلام، وعندنا كوادر كتيره جدا موجوده بره مصر وجوه مصر مش مستغله في اتحاد الكوره. مش عارفه ليه بنقلق، يعني مش هجمع بس ده بيحصل فعلا، تلاقي بتقلق من حد سبقك بخبرته ان هو تجيبه تاني، تخاف ان هو مثلا ياخد مكانك. يا جماعه ما احنا لازم نستفيد بالخبرات اللي موجوده مع دلوقتي الفكر الجديد طبعا. ده في الاول في الاخر هو ده النجاح، انما الناس اللي قدمت كتير ولا خلاص مع السلامه مش محتاجينك، يعني ما ده غريب جدا بصراحه. ما عشان اللي موجود هو مش واثق في نفسه ومش فاهم، مش فاهم كفايه ان هو يحدد احتياجاته ويحط كل عنصر في المكان الصح. هو الامور ماشيه بشكل عشوائي جدا. انا اقترح ان احنا نرجعه للمونديال تاني. انا رايي كده. صح كده، انا قلت كده. الموضوع بيخرج عن السيطره. مش شايف اصل هو كمان يعني احنا بنساله وهو بيروح واحنا بنروح معاه، لان الواحد في الاول في الاخر بجد بيتكلم بشفافيه. اصل لحضرتك على حاجه، لازم الواحد يبقى مهني، اسمحوا لي اقول الكلمه دي سريعه جدا، لازم الواحد يبقى مهني. مش معنى ان احنا بنشتغل ان احنا نطلع ونشكر بس، لا لا انا اسفه، ده مش هيحصل. لما هيبقى في مشكله هنقول ان في مشكله، لما يبقى في نقد لازم هننتقد، لان المصلحه العامه هي تتطلب ده. الواحد حتى لو بيقول نقد يا كريم، احنا مش عايزين نهدم، احنا عايزين نبني بس. صح. لازم أكيد. نحط ايدينا على الحاجه عشان نبني، لكن هنقول احنا تمام، احنا تمام، لا احنا مش تمام، منظومه الكره المصريه مش تمام. طب احنا زعلانين المغرب النهارده وصل سيمي فاينال كاس عالم، ربع عالم، واحنا مش موجودين اصلا في كاس العالم.
احنا ثلاث مرات في كاس عالم منهم اخر 30 يعني. سنه رايحين مرتين بس. عندنا محمد صلاح افضل لاعب في العالم، عندنا بنيه تحتيه قويه جدا، عندنا 100 مليون مصري، ما مش عارفين نطلع لعيبه تقدر ان هي تعمل دوري كويس ونطلعهم اوروبا يعني في ايه؟ طيب يعني اكتر مباراه استمتعت بيها غير الماتش النهائي، عشان ده ماتش ودينا في الكلام الحلو حيده، ده بره الحزب. ايه تاني عجبك اكتر ماتشات عجبتك؟ مباراه الارجنتين وهولندا واحده من امتع المباريات في التاريخ، كانت مباراه حلوه جدا ومباراه رايحه جايه. الارجنتين بتقدم، هولندا بترجع وبترجع في الوقت بدل الضايع بفاول حلو قوي. كمان فان خال مدرب كبير قوي، عرف يعني ميسي هاجمه في النهايه. انت لعبت كره طويله، هو فعلا لعب كره طويله واعتمد على التغييرتين اللي عملهم وبدا يلعب الكره الطويله فعلا، ولكن في النهايه هو مدرب عنده تكتيك وعنده دماغ وقدر ان هو يتعادل مع منتخب الارجنتين. المباراه كانت من امتع مباريات في البطوله. مباريات المغرب كانت حلوه جدا برضه، المغرب مع البرتغال كانت مباراه حلوه فاجئونا. انا اتفاجئت بالجول في الاول، واتفاجئت ان المغرب ركراكي كان مدرب هايل قوي، يعني مع اسبانيا عارف ان اسبانيا فرقه بتمسك كوره، فعارف ان هو يقفل خطوطه كويس قوي، عارف ان فرقه هتمسك كوره فخلاص انا هعمل زون وهقابلها من متاخر. ولكن المنتخب البرتغالي هو منتخب فاتح لعبه، هو منتخب بيتارجت الجول على طول، ما بينقلش الكوره كتير، فهو عمل العكس بقى، بدا هو اللي يمسك الكوره اكتر، بدا يحاول ان هو ينقل الكوره بدل ان يعتمد على ان هو يتارجت الجول على طول، وقدر بالظبط، وقدر من خلال النصير ان هو يسجل طبعا هدف الفوز. بعدها بقى خلاص يعني طبعا المنتخب البرتغالي بدا يضغط بجواو فيليكس وبرونو مع نزو كريستيانو رونالدو، فكان وقتها لازم يقفل قصاد دفاعات طبعا قصاد هجوم المنتخب البرتغالي. الفاينل بقى كان حدوته لوحدها. بص لغايه الدقيقه 75 انا ما كنتش مستمتع خالص ولا حد في، احنا قاعدين هو ده النهائي بتاع كاس العالم بالزبط. ايه الماتش الممل ده؟ هي ماتشات الفاينل دايما كده، لانه يعني كل المجهود اللي راح ده انا مش هينفع ان انا اضيع 90 دقيقه، فمهما كان المباراه ايه مستواها انا لازم اكسب، فبيبقى طبيعه المباريات النهائيه كده. ولكن بعد الدقيقه 75 والهدفين بتاع كيليان امبابي دول الدنيا اتقلبت طبعا. شفت ماتش نسخه ثانيه، لانه خلاص الناس كلها طبعا. كل اللعيبه في الملعب بدات تحس انه انا كاس العالم هيروح، انا حتى لو ميت في الملعب انا لازم اشتغل، لو ميسي ماسك الخلفيه انا هلعب. انا اللي ضحكني جدا ردود افعال ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا كان كل شويه يجيبوا عليه الكاميرا، انت مش فاهم كان متوتر ازاي، وبعدين يفرح قوي ويتفاعل قوي. وكمان اللقطات الحلوه اللي بعد المباراه وبعد الخساره، انا وكريم حتى اتكلمنا عنها، ان هو نزل يواسي ميبابي وحضنه برضه لقطه حلوه. وشفته كمان كالعاده كالعاده المصريين برضه ما يفوتوش اي حاجه من النوع ده. قال لك ايه للصوره بتاعت ماكرون هو موطي كده مقرفص على رجليه وبيحاول يواسي ميبابي، فبيقول لك ده لو رئيس مجلس محلي المدينه عندنا هيقوم يوقف له. الناس طبعا انت فاهم كانت لقطه برضه. خلي بالك المونديال ده مليان لقطات تستحق التامل. دي حقيقة مليان. اخرها طبعا بطبيعه الحال البشت او البشت اللي لبسه العباءة التقليديه القطريه اللي لبسها اسمه الامير طبعا لميسي، واللي اثارت جدل واسع موت في اوروبا جدا، يعني الدنيا تكاد تكون انقلبت في اوروبا بس بشكل حلو. لا حلو حلو في الارجنتين، الارجنتين قعد كل الصحف وكل العناوين كانت ماشيه في سكه ايه، ان اللي حصل ده وكانه زي ما بتسلم مثلا مفتاح المدينه لضيف تكريم. لكن في اوروبا قال لك لا اللقطه دي فيها افساد والله. بقول لك اليونان في اولمبياد إيه؟ اثينا اظن كان اللي بيكسبوا كانوا بيلبسوهم حاجه ليها علاقه بالتراث اليوناني، ده رمز الدوله المستضيفه. محدش يعني قال وقتها ان اليونان عايزه تفرض ثقافتها على حد. بس انت كعرب بقى، انت احنا كعرب بقى يعني لازم هنبقى عرضه للنوع ده من الكلام طبعا. ده غير على فكره وانتوا هتتكلموا بقى، انه انا ما شفتش بصراحه بس وارد جدا، ده في حتى ناس من الداخل عندنا في مصر انا قريت حاجات منتقدين اللقطه دي، يعني انا شايفاها لقطه جميله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لا كمان في كانت قناة ألمانية يا كريم حد طلع وسخر من منتخب المغرب بعد لما فاز، بس طلعت القناة واعتذرت بعد كده. فطبعا خلينا نبقى متفقين منذ بداية الإعلان أن قطر هتستضيف هذه النسخة من المونديال، وكان في انتقادات لازعة جدا لمجرد أن قطر دولة عربية. فطبعا في لازم نبقى معترفين أن في يعني ريسيزم تربص. يعني اللي هو تربص في عنصرية الكلام ده موجود، بس اللي أنا عاجبني أن أنت رديت على كل ده بس في صمت، ترديت على الأرض. المشهد اللي احنا شفناه خلال الشهر ده كله انا بقول لك انا من الراي ده، انا بتمنى الراي ده، ورونا المونديال الجاي هيبقى شبه ده ازاي. ده لو ده لو كان قريب ليه حتى، ده اعظم مونديال في التاريخ فنيا وجماهيريا ومن ناحيه الاستضافه والبنى التحتيه وكل حاجه. والامان ممكن اقول لكم معلش اضيف صحيح. حاجه يعني طبعًا. كان في برضو فيديو عاملينه كذا قناه مختلفه، يعني قنوات مختلفه، لينكات على اليوتيوب انا شفتها.
بيستضيفوا البنات، بنات جايين من كل انحاء العالم. وحضراتكم ركزوا معايا في الكلام ده جدا عشان تعرفوا برضو الدنيا او الرؤيه كانت ازاي. بيسالوا البنات اللي هم جايين، بنات صغيرين واعمار مختلفه، شابات يعني، بيقولوا لهم انتوا كنتوا حاسين بامان وانتوا جايين قطر؟ 90% ان لم يكن اكتر كانوا بيردوا بيقولوا واحنا جايين، اللي كانت خايفه، اللي باباها جه معاها، اللي خطيبها جه معاها، اللي مش عارفه اضطرت ان عيلتها كلها تيجي معاها، اللي جت لوحدها بس كانت قلقانه جدا على نفسها. بعد كده في البدايه، لان دي الصوره اللي كانت بتتصدر لهم. صحيح. بعد كده بيقولوا احنا ما فيش حد اصلا لا بيبص لنا بصه وحشه ولا بيكلمنا كلمه وحشه. صح. ولا شفنا اي حد حتى بيصفر لنا من بعيد. في احترام، في ادميه، كان في تامين بشكل كبير. انا بالنسبه لي ده نجاح مش بس لقطر، للمنطقه العربيه كلها. طبيعي. وان لم يكن ده الواقع عندنا في بعض الدول، لكن نتمنى ان احنا نحتذي بهذا النموذج ونبقى زيهم. ولا حاله تحرش واحده، ولا حاله موبايل حتى. صحيح. 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 عايز اقول لك كمان انه بعد منع كحوليات، هي قطر هجمت جدا على موضوع منع كحوليات. كان افضل شيء اتعمل. اول مره في التاريخ ما يحصلش اشتباك ما بين جماهير. أيوه. قبل مباراه وبعد مباراه. طبعا ليه؟ عشان ما فيش كحوليات. اللعيبه بتغيب، بتعمل عنف يغيبوا عن الوعي. الجماهير الانجليزيه بالذات كانت دايما بتعمل مشاكل. طبعا فالنهارده ما حصلش اي عنف من الجماهير، بالعكس انت شايف صوره حضاريه. كمان الناس اللي راحت في المونديال كانوا يقدروا يحضروا ماتشين وثلاثه واربعه في نفس اليوم. طبعًا. لانه ملاعب قريبه من بعضها، مين المدينه اللي تقدر تستضيف ملاعب قريبه من بعضها؟ العدد والكم الهائل كبير جدا من الجماهير اللي بتروح. النهارده كان مفتوح للجماهير تقدر تزور قطر بدون اي تاشيرات، تقدر ان انت تسافر بسهوله جدا. فانا اظن ان ده واحده من افضل المونديالات على المستوى الفني. كمان شفنا مونديال حلو قوي، ماتشات حلوه قوي احنا ما شفناهاش قبل كده. طبعا. في مونديالات انا شفت مونديال 8 من بدايه، من مونديال 98 كنت صغير شويه بس شفته وواقع عليه يعني. فلا مونديال 98 كان حلو، 2002 كان كويس، ولكن المستوى الفني اللي شفته في 2022 فعلا هو واحدة من أفضل النسخ اللي شفتها. بس مستوى فني فردي ولا مستوى منتخبات؟ يعني في وجهة نظر بتقولك أن منتخبات زمان أتقل مما هي عليه في النسخة دي من المونديال، لكن طبعا التألق الفردي لا غبار عليه، مش هندخل فيه، لكن يعني ثقة المنتخب إنجلترا زمان أكتر من دلوقتي. البرازيل كانت زمان أتقل من دلوقتي، حتى فرنسا بالمناسبه كانت زمان اتقل من دلوقتي. صحيح. ولا حضرتك شايف ايه؟ انا مع حضرتك، بس نسخه البرازيل المره دي برغم خروجها من دور الثمانيه امام كرواتيا، ولكن هي افضل نسخه للبرازيل من سنه 2002. جيل رونالدو ورونالدينيو والجيل اللي كان شاطب، جيل عظيم، ولكن افضل نسخه من وقتها للبرازيل هي النسخه دي. كانوا فرقه فظيعه جدا. منتخب انجلترا رغم انه كان بيضم لامبرد وجيرارد وبيكام ونيفل وغيره وغيره من النجوم ومايكل اوين وروني، ولكن ما خدوش كاس عالم، ما خدوش اليورو. بالنسبه للبرازيل ليه قل قوي التاتشات البرازيلي المعتاده؟ لعب الحواري اللي طول عمرنا كعالم عربي بنحبه جدا في الفرق البرازيليه. هو موجود، موجود في فينسيوس، بس عداية كده مش زي زمان. عشان الكوره اختلفت، عشان النهارده طريقه المدربين وقيادتهم للمباريات اختلفت. انت لازم النهارده انت بتبني كوره من تحت، بتباص كوره على الارض كتير، المهارات الفرديه بقيت تستغلها في واحد لواحد. انت لما اللاعب يتحط في موقف واحد لواحد، ولكن غير كده انت دايما بتلعب لعب جماعي، لعب فيه باصص كتيره عشان تقدر ان انت توصل ترهق المنافس وتقدر توصل للجول باسرع طريقه ممكنه. كل ما يكون معاك الاستحواذ اكتر، عشان كده دايما الكلام على الاستحواذ، كل ما معاك الاستحواذ اكتر كل ما تقدر ان انت تروح لمرمى الخصم اكتر، كل ما ده معنى ان انت ما بتتهددش كفايه، ان انت دايما الكره في رجلك انت. فالنهارده طريقه الكره اختلفت شويه عن زمان. الكره زمان كانت امتع شويه، التاكتكس فيها كانت اقل شويه، فكان الناس بتستمتع اكتر. ولكن مقارنه بما شفناه مثلا اخر مونديالين، مونديال 2018 ما كانش مونديال حلو قوي يعني، 2014 كان نفس الكلام شويه، ولكن المونديال ده لا، احنا اتفرجنا على كره حلوه، اتفرجنا على فنيات. كمان احنا فرحنا في الفاينل، ناس كتير قوي فرحت لديماريا. ديماريا هو رفيق ليونيل ميسي، لعب معاه في كاس العالم للشباب اللي توجوا بيه، لعب معاه في اولمبياد 2008 وكان جايب الجول بتاع التتويج بالميداليه الذهبيه، لعب معاه في كوبا امريكا 2021 وهو اللي جاب الجول التتويج. فالنهارده برضو ديماريا بيسجل مع ميسي في الفاينل وبيساهم معاه في التتويج. مارتينيز كان نفس الكلام، كان كلمه سر برضو في التتويج مع الارجنتين ان هو كان ساهم في صعود الارجنتين لفاينل كوبا امريكا 2021 لما تصدى لثلاث ضربات ترجيح امام كولومبيا، ثم عاد برضو في كاس العالم وتالق في التصدى لضربات الترجيح في مباراه هولندا ومباراه الفاينل امام فرنسا. فميسي على قد ما الناس شايفه ان المنتخب الارجنتيني هو مش منتخب متكامل، مش بيقدم كره ممتعه قوي، ولكن كان في بعض العناصر المؤثره في مسيره الارجنتين في السنوات الاخيره مع ليونيل ميسي.
هو مارتينيز تحديدا كمان قصته يعني ملهمة. في ملهمه جدا، هو مجنون شويه بس عنده قصه ملهمه. هو حتى الطريقه اللي احتفل بيها يعني طبعًا. في ايه طبعا عايز ايه مننا في حاجه ايه ده يعني. لا بس هو فعلا لو الواحد انا مش عارفه من حضراتكم عارف قصته، بس مارتينيز يعني زي ما بتقال كده زيه زي لعيبه كتيره منهم مبابي بالمناسبه، كان فقر شديد جدا، هو كان عنده مشكله هو واخوه واهله، كان ابوه عليهم ديون وكانوا عايزينه يسيب كرة القدم وهو أصر أنه هو يستمر فيها، وبعد كده لعب كان مسيرته قعد سنوات طويلة جدا احتياطي ما كانش بيشارك، وبعد كده ساب النادي وراح انتقل لنادي آخر وابتدى أنه هو يعني يظهر أكتر ويثبت نفسه. فهي قصة فيها إلهام وفيها إصرار وفيها إيمان بالذات، لأن مارتينيز لو كان ريدي بالوضع خلاص أنا بقبض وفي نادي كبير وبس قاعد احتياطي ما كانش حقق أي حاجة. دايما الفقر تلاقيه قاسم مشترك في قصص نجاح الاساطير في عالم مش عارفه ليه حد طب لو مش فقير ما ينجحش برضه ليه دايما على طب والله العظيم في حاجه مش مظبوطه، مش هيبقى عنده نفس اصرار يعني الفقير يعني مش هيبقى عنده نفس الاحساس. في ناس اغنياء بس عندها اصرار، بس فعلا كل القصص اللي بنسمعها 90% منها لازم يكون عنده طبعا فقر مدقع. أنا يعني ممكن اصلا لو غني ونجح فهو ما عندوش شويه قصه ما عندوش حكايه فبتبان شويه او ما حدش بيركز عليه يقول لك ما انت اوريدي جاي من اسره ناجحه فما بيبقاش، مع ان ممكن الشخص ده يبقى برضه بنى نفسه بنفسه. ده على ذكر النقطه دي عايز اقول لكم ان اليومين اللي فاتوا الدنيا كانت مقلوبه تحت بيت جده ميسي في بوينس ايرس، لان انت عارفه ان هي اللي كانت اكبر واول واهم داعم ليه في حياته، وهي اللي اجبرت والده ووالدته على ان هم يهتموا بموهبته، وهي اللي وقفت جنبه وقت ما كان بيعاني من مساله الضمور وعدم اكتمال النمو والمشكله اللي كان بيعاني منها. بيدور على حقنا ب 1500 دولار. بعد كده سفروه برشلونه فبداوا انه ده لاعب موهوب بداوا يعني الناس شايلها لجده ميسي قوي، ده اللي عايز اقوله. صح وراحوا يحتفلوا تحت بيتها. صح صح ده حقيقي. وطبعا يعني برضو قصه ميسي ملهمه، قصه اشرف حكيمي في المغرب ملهمه، قصه ديفيز في كندا ملهمه بصراحه، في قصص كتير ملهمه جدا مع نجوم في المونديال، والحقيقه ان الواحد بيتبسط لما بيلاقي حد عنده طبعا قصه نجاح دي، يعني لازم تتحكي للناس وتعرف ان الكوره مش مجرد هو نجيله انت بتتفرج على كوره والناس بتجري ورا كوره وخلاص، لا الكل ورا كل لاعب من اللي موجودين في الملعب قصه طبعا ملهمه جدا. النجاح محتاج، النجاح ما بيجيش من مره او اتنين، انت لازم تتاكد لازم تصبر لازم يبقى عندك اصرار، ما فيش حد بينجح مره واحده كده او تجرب مره واتنين لا خلاص انا مش مكتوب لي. عارف في ناس انهزاميه كده في حياتها بنقابلهم حوالينا، عندنا قصه صلاح قصه ملهمه جدا طبعًا. امن بنفسه طبعًا. يعني بغض النظر عن كل الصعوبات اللي واجهها والهجوم اللي واجهه وعدم الايمان بقدراته، ما احنا اكيد في حياتنا واحنا ماشيين بنشتغل في ناس تقول لك لا انت لسه شويه عليك، لا انت مش هتعرف توصل كتير. ده بقابلني لا طب ما انا هقابلك، ما انا هوصل وهقابلك بس قول لنا فين والساعه كام عشان وقتنا ضيق يعني فلا بجد قصه نتعلم او قصص خلينا نقول نتعلم منها فعلا. لازم الكوره فيها حكاوي كتيره حلوه ولازم نتعلم من لعيبه الكوره، كل واحد عنده حكايه حلوه لازم تتحكي للناس والناس تشوفها وتشوف تفاصيلها وابعادها. ديفيز راجل جاي من سيراليون بيسافر كندا في بعد تم التهجير وفي كندا بيلعب كوره، وتلاقي دايما ورا قصه نجاح برده مش الفقر بس، دايما الاب والام طبعا، يعني لولا انه حكيمي والدته بتشتغل خادمه في البيوت ومصره ان هو ما يشتغلش لا هو يروح يلعب، فهي اللي صرفت عليه وتعبت وراه وشقت وراه. ديفيز نفس الكلام، كل لاعب عنده قصه ملهمه وراها فقر وراها اب وام وراها دايما دافع عشان كده يعني. كانت اللقطات اكتر من رائعه اللي شفنا من خلالها منتخب المغرب، كل واحد بيجري على والدته بصفه خاصه، اللي بيبوس راسها اللي بيبوس ايديها اللي بيرقص معاها زي سفيان، يعني كانت لقطات بعتت رسائل كتير قوي على المستوى الانساني بعيدا بقى عن كره القدم وبعيدا عن الفوز او الخساره، لا في بعد انساني ملحوظ في النسخه دي من المونديال. بس شفت انت اشرف حكيمي مع مراته لما قلت انت رحت للعالم كله ما تقدر لنا اخر واحده طيب يا اخي التاتش بتاعنا ست في اي مكان طب الكره الذهبيه نتوقع كده ممكن ان هي تروح لمين النسخه دي؟ يعني هل مثلا جريزمان مبابي ميسي توقعاتك؟ بصي هو بنزيما كان مسيطر على كل حاجه السنه اللي فاتت، ولكن تاجيل جائزه ذا بيست لشهر واحد ودخلوا كاس العالم في الحسبه اربك كل الامور، يعني الناس كلها كانت مستنيه بنزيما يعمل اي حاجه في كاس العالم مع فرنسا خلاص بالنسبه له حظه وحش قوي يعني غريبه يعني يصاب قبل المونديال اللي فات ما خدوش بس كان يقدر يشترك من دور ال 16 يعني كان الاصابه ما هو ما بيحبوش المدير فني اصلا هي دي النقطه دي المفروض يبقى فيه يعني
مش يعني حاجه زي تحقيق يتعمل مع ديشامب، لان اللي احنا سمعناه ان في مرحله معينه بنزيما بعت وقال لهم ان هو على اتم الاستعداد وجاهز للمشاركه. هو مرضيش وما فيش خالص. مش حلو ده على فكره. واضح ان هو مش حابب بنزيما. طب ازاي يحرم منتخب بلده من خدمات يعني احسن لاعب؟ انانيه قوي يعني. دي ازاي تفوت عليهم؟ ما هو في النهايه اصل هيجبر مدير فني لازم تاخده، ممكن يقول له ان انا ما حضرش معايا مثلا المباريات الاولى فانا مش عايز اعمل ربكه في الفريق. حتى لما سئل في المؤتمر الصحفي قبل الفاينل ان بنزيما جاهز وقال انه ممكن يجي يشترك في المباراه فرفض بحدة ان هو يجاوب على السؤال ده وتجاوزه، يعني ما رضاش ان هو حتى يعلق على الانباء اللي بتتداول. ده لعيب استثنائي ما ينفعش تكون المعامله معاه كده. لازم احسن لاعب في العالم كنت لازم ان انت تضمه، اكيد هيدعم معاك. بس هو ممكن يكون فكر ان هو في مشاكل ما ممكن اوجدها بنزيما في داخل الفريق، ان هو محافظ على وجود جيرو ومبابي وشايف ان التوليفه دي هي الانسب بالنسبه له في منتخب فرنسا ربما، ولكن واضح ان في مشاكل كبيره جدا وراهم في ما بين بنزيما وما بين ديشامب. ولكن من الناحيه بقى مين اللي هيفوز؟ انا اظن ان ميسي بفوزه بكاس العالم ادى كتف كده لبنزيما، يعني ممكن جدا نلاقي لقطه كاس العالم دي الناس كلها النهارده مركزه قوي مع ميسي. ميسي بقى. فممكن يكون مدي كتف كده لبنزيما. ها؟ مش اصل لا متعه برضه، متعه والاثاره ماشي. بس خلاص بقى خد كل جوائز الدنيا، الكوكب كله خد الجوائز. لاعب متكامل، محدش خد الجوائز. انا كان نفسي يبقى كريستيانو اللي في المكان ده الصراحه. بس ما هو كريستيانو حط نفسه في ورطه بالتصريحات بتاعته وان هو معلش اقول لك على حاجه برضه يا محمد، ما هو حط نفسه في الورطه دي بعد ما كان في سوء معامله وتجاهل متعمد من تين هيج، يعني ما هو مش خرج كده من نفسه. خلاص انت انا جاي لك وجاي لك نجم وده المكان اللي انا ابتديت فيه وحققت انجازات فيه وعايز اختم فيه، برضه حتى لو انا جاي متعجرف شويه ستيل انا كريستيانو رونالدو. فحقي المفروض المدير الفني الذكي هو يحتوي اللعيبه بتاعته والنجم بتاعه، لكن هو ده ما حصلش. استنى بعد كاس العالم وقول التصريحات بتاعتك دي، هاجم فيها اداره مانشستر. بس كان الكلام رايح جاي على ان هم مش عايزين، هم هو اللي مش هيكمل. ده كان من قبل كاس العالم بكتير، كان لازم يركز في كاس العالم. ما هي التوقيت دي كانت التوقيت ده كان تاني يوم انت رايح معسكر المنتخب عشان قطر. الحاجه الاكيده ان دايما يقول لك ايه حتى في الامثال يقول لك العبره بالخواتيم. صح. خاتمه ميسي مختلفه كتير عن حرام والله حرام، مع ان الاثنين يعني سيم ليفل. انا شايفه ان بجد يعني ختام كريستيانو صعب جدا، خصوصا دلوقتي انت بتتكلم حتى هو مش عارف رايح، او احنا مش ما سمعناش عن نادي يقدم له عرض حتى يعني السالري بتاعته ما فيش نادي قادر يحتوي ده. ما سمعناش غير حاجه في الخليج يعني لازم يتنازل. لازم يتنازل ولا لازم يعتزل؟ أوه. لا يقدر كريستيانو رونالدو يقدر يكمل على الاقل بنفس الزخم اللي كان عليه طول الرحله. مش هيبقى بنفس الحاله، يعني مش هيبقى بنفس الحاله بتاع كريستيانو رونالدو، ولكن وجوده هيبقى مهم جدا. يعني اظن تشيلسي مثلا ممكن جدا يحتاج لكريستيانو رونالدو، ولكن هو حط نفسه تحت ضغوط كبيره، عليه انه يتحرر من الضغوط دي عشان يقدر ان هو يأدي. طول ما انت بتحط نفسك تحت ضغوط بتحط نفسك في الكورنر، عارف انت اللي هو اي حد هيلوشك، فلازم تبعد عن الكورنر، العب باريحيه شويه. انت خلاص عملت حاجات وانجازات كبيره جدا، العب باريحيه السنه دي. وهو عايز يختم بعد اليورو بتاع 2024 مفيش مشكله، بس لازم تشتغل على نفسك السنه ونص دي بدون ضغوط علشان تتحرر من فكره انه مقارنه بميسي وان انا افضل لاعب في العالم. تمام. طيب يعني استاذ محمد، ميسيو محمد الوقت خلص، بس والله العظيم قرايه جميله بجد. لمينا كل حاجه، والنهارده باذن الله التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله عايزين نشوف كمان مباراه حلوه، يعني السكور حتى لو احنا الحمد لله مطمنين، النادي الاهلي مطمنا، بس عايزين نشوف سكور جايه عن طريقه لعبه حلوه قوي. عايزين نشوف التطوير والحاجات اللي احنا لمسناها مع مارسيل كولر منذ قدومه للنادي الاهلي اللي اتطورت بشكل كبير، حتى اللعيبه بتاعتنا عادوا للمستوى، الكيمستري اصبح رائع جدا، في استحواذ كبير على الكره. اتمنى نشوف المستوى ده في كل المباريات كمان القادمه. شكرا ليك استاذ محمد. شكرا ليكي جدا. نورتنا واسعدتنا بوجودك، وان شاء الله اللقاءات تتكرر بقى الفتره اللي جايه. بس دايما معاكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات، ونرجع عشان نهاوند هتستقبل الدكتوره ايمان المراجبي ويفتحوا مع حضراتكم ملف في منتهى الاهميه. تابعوا الفقره دي، وانا اشوفكم على خير بكره ان شاء الله. الى اللقاء. السمنة زي ما احنا عارفين كده مرض مزمن ومشكلة كبيرة صحية وعلى الشكل، لكن الفكرة بقى اللي احنا ما نعرفهاش ان هو بيبقى كمان بينتشر، ان احنا ممكن وده يعني زي ما تقال كده اضراره ومخاطره بتنتقل كمان. ممكن لو ام عندها سمنة ممكن ان هي تنتقل للاطفال، يعني بمعنى ان في دراسات تحديدا هي اللي حددت هذا الكلام واتكلمت، واجريت كمان هذه الدراسات في 2022، يعني لسه دراسات حديثه قالت ان في لو في زياده في وزن الامهات الحوامل ده ممكن يؤدي لاصابه اطفالهم بمشاكل صحيه كتيره جدا، اخطرها اصابتهم بالتالي بالسمنه واضطراب فرط الحركه كمان ونقص انتباه.
يعني الام تبقى تخينه او عندها سمنه او اوفر ويت او زياده في الوزن بشكل كبير، ينتقل ده لابنها اللي لسه جاي الدنيا ومالوش اي ذنب ان ده ينتقل ليه، لمجرد ان هو كانت مامته في الفتره دي اللي هي حامل فيه عندها سمنه او عندها زياده في الوزن. انا الموضوع محتاجه انا نفسي افهم تفاصيل عنه كتير، بس خلينا نرحب طبعا بدكتور او استاذه ايمان المراكبي، استاذه المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. بونجور. وبجد كل مره بتفاجئيني بملف مختلف وملف مهم في نفس الوقت، وانا بقى ما كنتش اعرف اصلا ان الام الحامل اللي هي اوفر ويت في فتره الحمل ممكن تخلي ده ينتقل لابنها لما يتولد. طب ازاي؟ بصي بقى، اشهر حاجه معروفه ان لو الام عندها سكر، ما هو الـ الـ الام لو عندها سكر بيبقى عندها هي زياده جامده جدا في وزنها اثناء الحمل. وممكن تجيب بيبي سمين جدا لدرجه انه ما بيقدرش يتولد طبيعي، لازم يتولد قيصري. ده اللي هو ممكن يبقى 4 كيلو شويه ولا بالزبط. يبقى كام؟ دايما تلاقيهم دول في الامهات السمان اللي هم عندهم سكر، دايما البيبي بتاعهم بيبقى كبير. لما نلاقي واحنا بنعمل سونار لدكاتره النساء، اول ما يلاقوا البيبي كبير، حتى لو مثلا دكتور نساء مش هو اللي يعني مش دكتور النساء اللي متابع، دكتور سونار عادي، اول ما يعمل كده ويلاقي حجم البيبي كبير بيقول لها هو حضرتك مريضه سكر؟ ليه؟ لان السكر طبعا بيرفع الوزن، وفي نفس الوقت حتى لو ما عندهاش سكر وهي نفسها عندها سمنه برضو ممكن حجم البيبي يبقى كبير. دي طبعا مشكله كبيره. اول حاجه بتقابلنا مشكله في الولاده، ان هي هتضطر تولد قيصري مش هتولد طبيعي خالص، فده في خطوره على البيبي برضو، يعني ان البيبي وزنه كبير دي فيها خطوره على البيبي اثناء الولاده. المشاكل اللي بتحصل بقى لو اتولد طبيعي مثلا وتشد من دراعه وينزل بقى مخلوع، الدراع فيه مشكله، الضفيره العصبيه بتاعه الدراع اللي بتغذي الدراع، بتشوف انت بعض الناس بتبقى الدراع فيه شلل تام كده، بشوف ناس راسهم فيها حاجه من هنا بيبقى الدكتور ضاغط على راسه، فعلا بتبقى لو اتشد بفنتوس حاجه اسمها اللي هو الشفاط، لو اتشد بيه بيضطر ساعات في الولاد اللي هم حجمهم كبير ان هم يضطروا يشفطوهم بشفاط. والله فطبعا يحصل ايه؟ يحصل مشاكل، ممكن ينزل ولد بقى بحاجات في المخ نزيف بعد الشر مش عارف ايه، وهو بيتشد برضو دراعه كده. فالحاجات دي كلها، السمنه في الام والسكر في الام، في مشكله خطيره على البيبي. طيب هل بس الدراسات قالت ان وفيما بعد بقى يعني ان اطفال الامهات اللي هم عندهم سمنه كتير منهم بيبقى عندهم سمنه زي الام بالظبط. طيب هل بس كده؟ لا، ده الابحاث اللي اتعملت في 2022، ودايما بجيب ابحاث جديده، وجدت ان الاطفال اللي جايين من امهات عندهم سمنه سواء اثناء الحمل او هم طول عمرهم عندهم سمنه، بيحصل فرط حركه وتشتت انتباه للاطفال المولودين من الامهات دول بنسبه اعلى من الاطفال التانيين اللي جايين من امهات وزنهم ايديال. يا ده ربط غريب جدا بين السمنه او سمنه الام بس والسف. ده يفهمنا فعلا ليه احنا شايفين فرط الحركه زاد جدا دلوقتي. كل واحده عندها مثلا ما شاء الله ولدين او بنتين او ثلاثه، تقول لك كلهم عندهم فرط حركه. معلش، ما احنا نبص للام هتبص تلاقي ان عندها سمنه وهي مش واخده بالها. في ارتباط ما بين القصه دي، ولازم الام تاخد بالها. طب بس انا عندي سؤال من الموضوع ده، السمنه فضل. الام اللي بنتكلم عنها دي اللي بتنقل لاولادها ده، هي بتبقى مثلا جسمها حلو وتخنت زياده في فتره الحمل، ولا بيبقى جسمها اصلا مليان وبتتخن زياده؟ هي يعني بتبقى اساسا ان في بنات بتبقى عادي او ستات جسمهم عادي وتخنوا زياده في الحمل الاثنين. يعني لو هي جسمها كان معقول وزي ما بيقولوا ضربت في الحمل، مش دايما اقول لك انا ضربت في الحمل دي، والثانيه اللي هي وزنها عموما زياده وعندها قابليه دايما لزياده الوزن. أوكي. في الحالتين، في الحالتين في خطوره على الطفل. فطبعا البحث ده مهم جدا وخطير جدا، يخلينا بقى البنات حتى الصغيرين بقى يخلوا بالهم من جسمهم، لان بعد الجواز ممكن تخلي يعني تجيب اطفال عندهم فرط حركه، وطبعا ده مرض مقرف جدا جدا بصراحه. كويس. يعني بتلاقي الدنيا مقلوبه طبعا. طفل عنده تشتت انتباه طول الوقت، بيفرك مش مركز، هيبقى متعب ليها بعد كده. يعني هي متعب ليها وللمدرسين وللمدرسه. وكتير منهم من المدرسين والمدارس بيرفضوا الاطفال دي. يعني بيقول لك بصي طفلك مش طبيعي، روحي شوفي ماله. والله طب اعملي له دمج، طب اعملي له. لا، اطفال الدمج حاجه وفرط الحركه حاجه، فاذا بيختلط الامر بتبقى مشكله كبيره على الاطفال دول. يعني كويس، يبقى احنا كده بنتكلم في قصه ان انت نلحق نفسنا من البدايه سواء رجل او امراه قبل ما نوصل لليفل معين ليه بقى بالزبط. كوارث عديده حتى على
الأطفال لو احنا بنتكلم للمرأة تحديدا. طيب احنا فترة الحمل اتكلمنا ان خطر جدا اي مكملات غذائية، اي أدوية، اي حاجة زي كده، فاحنا بنتكلم في فترة ما قبل للسيدات او للرجال في اي وقت. لو هنتكلم تحديدا عن الكورس بتاع بيستا والب مالتي فيت وازاي ممكن ده يساعد ان احنا ما نوصلش ان يبقى في عندنا اطفال بهذا الشكل وفرط الحركه اللي احنا في غنى عنها والاهالي نفسهم في غنى عنهم يعني. بالظبط، احنا بنقول بقى للبنات ان احنا من اول 13 سنه فما فوق لو لقي نفسك وزنك زيادة من البداية، احنا الوقاية خير من العلاج، فاحنا علشان يعني فيما بعد أولادنا ما يبقاش عندهم إصابة بالسمنة وما يبقاش عندهم إصابة بفرط الحركة، متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه، لازم ناخد بالنا من وزننا. فمن الأول، من أول 13 سنة فما فوق، أنا بعد نفسي كأنثى ان انا في يوم من الايام هتجوز وهحمل، يبقى انا اخلي بالي واخلي وزني مظبوط وما يبقاش زياده، وده يبقى ترند زي ما احنا بنسافر بره في اوروبا وفي كل حته بنلاقي الناس كلها كده يعني. حتى ساعات تسافري اي بلد تبص تلاقيهم كلهم رفيعين قوي، تحس ان هو ما فيش اكل. هو في اكل بس هم عاملين سيستم يعني. احنا بجد لما بنسافر بره بنحس ان احنا، انا بحس ان انا تخينه جدا. شفتي بقى وانت ما شاء الله ارفع واحده على وجه الارض عندنا في مصر يعني. لا خالص، بس بقول لك بجد يعني، حتى الناس اللي هي حجمها زي بنتكلم حاجه و60 مع طول، المفروض ان هم بس مقارنه فعلا بالخارج انا بيجي لي عقده. انا بحس ان انا عايزه اخس 10 كيلو. فما بالك بقى الناس دي قاريه وعارفه مشاكل السمنه ومشاكلها على الدوله، لان انا كل ما زي ما قلت لحضرتك السكر الامراض دي كلها. طب ما احنا في الاخر الشخص بيجي له غيبوبه، بيدخل في رعايه مركزه، وعلى إيه كل ده؟ بيحمل وعلى البلد إيه؟ فلوس يعني. فاحنا نخلي بالنا من التغذيه هي اساس المشاكل كلها. فاذا البيستا بقى والالب مالتي فيت عشان نساعد الناس دي نعمل ايه؟ ناخد البيستا. بيستا ده ناتشرال برودكت، مواد طبيعيه، الياف طبيعيه رئيسيه، ثلاث الياف رئيسيه اللي هو ايه؟ الشوفان وردة القمح والسيليوم. الثلاث الياف دول مهمين جدا جدا واحنا بنخس، وعليهم كمان كروميوم اللي هو بيزود الحرق. كويس. طيب بيعملوا ايه الالياف دي؟ اول ما باخدهم مع ميه، احنا بناخد الكيس على كوبايه ميه، بدوبهم واخدهم نص ساعه قبل الوجبات الرئيسيه، سواء ثلاث وجبات، اربع وجبات، خمس وجبات. والله في ناس المعده عندهم ما شاء الله قد كده وهم عايزين ينزلوا، ف يعني مش هنقول ثلاث وجبات، لا هناخد ممكن كمان لو بناخد اربع مرات في اليوم او خمس مرات مفيش مشكله يعني. لو انا وزني زايد ما بيضرش الاكسيد فيه او الزياده فيه، ما بيضرش. لا خالص. ليه بقى؟ لان انا بعدها مش هاكل يعني. انا مثلا لو اخدت بين الثلاث وجبات الرئيسيه واكلت السناك البسيطه اللي هي الوجبه نفسها بتبقى بتتحول لسناك. ليه؟ لان انا بدل ما باكل كميه كبيره، لا انا باكل حاجه صغيره قوي. بالزبط. الجزء اللي فاضل في المعده، لان الالياف دي نفشت في البطن، نفشت في المعده وعملت لي الحيز ده مليته وفاضل لي حاجه صغيره قوي. فاذا تحولت من اني باكل وجبه دسمه لاني باكل سناكس. فطبعا انت عارفه السناك فده هيفرق بشكل كبير. طبعا جدا. طبعا هتخسي. اصل هو الجسم انت بتديله كربوهيدرات وبتديله دهون وبتديله بروتين، ما هو هيزيد. لكن لما نحرم ونقلل النسبه، وخصوصا ان الكالوريز اللي موجوده في الالياف دي ما فيش يعني، الالياف دي ملهاش كالوريز اساسا، حاجه بسيطه جدا. فاذا انا بضمن ان انا هخس. طيب ايه تاني؟ بشعر بالشبع، فبالتالي ما ببقاش بجري ورا الاكل. هل بس كده؟ لا، ده بيسهل الامتصاص، بيظبط حركه الامعاء والقولون. وما شاء الله مصر اشهر بلد القولون فيها مضروب بالنار يعني حقيقي. ده عشان ايه بقى؟ عشان الزيت والحاجات اللي طبعًا احنا بناكلها دي. ايه الصبح العربيه الفول والطعميه، الكشري كله متحمر مش عارف بايه، كل حاجه عندنا للاسف الشديد مدخلين الزيت فيها. صح. ومش عايزه اقول لك ان الزيت في دول اصلا يعني ازازه الزيت دي مغلينها قوي علشان الصحه بتاعت الناس يعني. فاذا لما ناخد البيستا بالطريقه دي، ويا سلام بقى لو اخذنا معايا حاجه اسمها الب مالتي فيت، يبقى ده كورس كامل. الالب مالتي فيت مجموعه فيتامينز شامله وكامله واعلى نسبه موجوده في اي منتج مصري. هتلاقي ان احنا فيها فيتامين بي اللي هو بي 1 و 2 3 و 6 و 7 و 8 ولغايه 12. دي مجموعه فيتامين بي معروفه انها مهمه للاعصاب، للشعر، اي واحده شعرها بيقع دايما الدكتور بيكتب لها فيتامين بي، البشره، الكلام ده كله، والمخ والذاكره والانتباه. غير كده كمان الزنك والنحاس وفيتامين سي، الكلام ده كله مالتي فيتامينز. بناخد ساعتها الكورس ده اللي هو البيستا والالب مالتي فيت من خلال شركه بايو ناتشرالز اللي احنا شايفينها على الشاشه.
ليها موقع اسمه على الفيسبوك اسمه بايو بيستا، صفحة بايو بيستا، وفي أرقام هتنزل على الشاشة دلوقتي اللي هي بنلاقي فيها الوكيل المعتمد الوحيد لهذا المنتج. فإذا هناخد الكورس، هناخد عليه متابعة مجانية أسبوعية من قبل دكاترة التغذية، هناخد كمان هدية علبة فيتامين دي، وده الناس تلحق الأوفر ده لأن فيتامين دي قليل قوي. أنا الناس كلها دلوقتي عندها نقص فيتامين دي حقيقي ظاهرة في مصر، فهناخد علبة فيتامين دي فري، وممكن كمان يتصلوا ياخدوا حاجة اسمها جرين كوفي اللي هي القهوة الخضراء، ودي أحسن حاجة بتعمل بتزود الحرق وكمان مضادة للأكسدة، بتساعدنا في البشرة وبتساعدنا في النضارة وفي زيادة الحرق. فإذا بكل المنتجات الجميلة الناتشرال الطبيعية اللي ما فيش منها خطورة لا على الست اللي بترضع ولا على السيدة العادية ولا على الرجل ولا على الأطفال من سن 13 سنة، يبقى أنا ما عنديش حجة أن أنا أحمي نفسي من أني أستنى لما أكبر ويكون عندي سمنة وزيادة وزن وأتعرض أن أنا أجيب طفل بعد الشر عنده فرط حركة وتشتت. بالظبط، الواحد يلحق نفسه كمان من الأول، ده أعتقد أفضل بكتير. يعني طبعا أنا من الناس اللي ما بتلحقش نفسها من الأول. بالمناسبة بس كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي في الموضوع التخن، إحنا مثلا بعض زي يعني نسيب نفسنا إيه، نقعد ناكل كتير وعارفين إن إحنا هنتخن، فتيجي توزني نفسك بعد شهر تلاقي نفسك بلس 3-4 كيلو، تندمي وتبقي عارفة إن أنت خلال شهر هتتخني 3-4 كيلو لأنك مبوظة الدنيا. بعد ما اتخن 3-4 كيلو أقول واقفة هنا بقى. بس أنت كده هتعقدي المشاهدين على فكرة. لا لا بتكلم بجد والله، المشاهدين يعني اللي هو عايز اقول بس كنت انا من الناس اللي تسكت على نفسها وعارفه ان هي بتعمل مصيبه وبعد بالزبط. كده تتدارك. التدارك ده بقى بيبقى اصعب، لان انا لو منعت نفسي من الاول صحيح. ان انا اظبط اكلي، مش هاجي بقى بعد شهر لما اتخن ولا شهر ونص ابتدي احرم نفسي وابتدي ابقى ستريكت قوي. ما من الاول الموضوع صح. يتلم، لان انت لو سبت نفسك عارفه اللي هو نظام من بكره هبتدي. انا بقيت اعمل كده والله، زي بقيت يعني مثلا امبارح انا واكل اكل غير عادي، كنت اقول من بكره الدايت. انا النهارده فطرت كويس كدايت بيضتين مسلوقين وبتاع، بس طبعا انا متاكده اني هجوع وهبوظ الدنيا تاني دلوقتي بعد ما هو الحلقه. هو بقى البيستا، البيستا بقى ناخد بيستا بقى دلوقتي. لو اخدتي بقى البيستا قبل يعني قبل نص ساعه من الثلاث وجبات مش هتحسي بحته ان انا هجوع دي. لا انا دلوقتي ممكن اجيبه من اي صيدليه وانا ماشيه من الشغل صح؟ يعني لو عديت اي طبعاً صيدليه طبعا هنلاقيه. موجود في كل الصيدليات، وممكن نطلبه من الرقم الموحد اللي على الشاشه وكمان موجود في كل الصيدليات. ولو ما لقيتوش بقى تجيبيه لي معاكي الحلقه الجايه. طبعا عينيا، يعني نتقابل بكره كده كده عينيا. طبعا ايوه ان شاء الله. طيب هايل جدا. هنروح لسؤال سريع لبعض المتابعين عشان برضو ايه نكون ردينا على كله. شيماء بتقول انا وزني 94 كيلو، مشكلتي ان كل ما احاول اعمل دايت بلاقي بشرتي وشعري بداوا يتاثروا وما بقدرش اكمل، فهل الكورس ده هياثر على شعري او بشرتي؟ زي ما اتفقنا ان احنا بناخد معايا الالب مالتي فيت اللي هو مجموعه الفيتامينز الشامله، وده هيمنع تساقط الشعر وعدم الاحساس بالطاقه، وموضوع النضاره هيحافظ عليه في البشره. فما تخافش خالص لو اخذنا الكورس مع بعضه، وكمان يا ريت لو تطلب الجرين كوفي لانه انتي اوكسيدنت، والانتي اوكسيدنت مهم كمان عشان احافظ على شعري وعشان احافظ على بشرتي. حلو قوي. لسه في اسئله كتيره ولسه معانا كيس كمان هنشوفها يعني دلوقتي معانا لايف، بس خلينا نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع دكتور ايمان. خليكم معانا، حديثنا لسه مستمر مع دكتور ايمان المراكبي، بنتكلم عن السمنه، وكل مره بيبقى ملف السمنه مربوط بحاجه مختلفه ومشكله مختلفه ممكن ان احنا نعاني منها لو ما لحقناش نفسنا في البدايات. دايما نقول البدايات افضل، ان الواحد يظبط الدنيا، ان هو لو في مشكله نبدا ناخد خطوات عشان نحلها، ما نسيبش نفسنا بعد تفاقم الازمه كده نبدا نحلها، احنا نفسنا هنتعب. يعني دي صحيح. اعتقد نقطه مهمه جدا الواحد يبقى فاهمها. طيب خلينا دلوقتي نروح بقى لنقطه ثانيه. احنا اتكلمنا عن بيستا واتكلمنا ان ده منتج امن جدا وان هو بيجيب نتيجه سريعه جدا ومفعوله قوي، وفكره ان انت تتناوله دي حاجه ما فيش اسهل منها، عباره عن ساشت او كيس بتفضيه في كوبايه ميه كبيره بتقلبه كانك بتشرب عصير تفاح قبل اي وجبه بنص ساعه تحديدا. بالظبط. طيب انا دلوقتي بقى لو هتكلم على الصعيد الاخر وهتكلم عن الكورس ككورس كامل، انا خدت البيستا، بس مع البيستا انا محتاج حاجه بقى تعيد نشاطي مره ثانيه، تعوض او تحافظ على الفيتامينز اللي انا بفقدها، هل الف مالتي فيت بقى هنا نقدر نقول هو متكامل مع بيستا ولا الدنيا ازاي؟ طبعا هو بقى بيعوض اي فيتامينز الجسم بيفقدها، وفي نفس الوقت بيديني الفيتامينز اللي جسمي محتاجها. انا يوميا ليا حاجه اسمها بيزك ديلي ريكويرمنت، يعني الاحتياجات اليوميه لجسمي،
من كل حاجة. أنا يعني محتاجة الكلام ده في الكربوهيدرات، محتاجة في البروتينات، الكلام ده كله. نفس القصة موجودة في المالتي فيتامين، فأنا محتاجة نسبة معينة من هذه الفيتامينز، والنسبة دي مقررة ومظبوطة ومقننة ومتوافق عليها طبعا من وزارة الصحة ومن سلامة الغذاء والدواء وكل حاجة، هو والبستا يعني البستا والألب مالتي فيت. فإذا أنا باخد الكلام ده الألب مالتي فيت علشان أحافظ على الطاقة، لأن فيتامين بي ده مصدر إنتاج الطاقة، يعني الطاقة في جسمي بتيجي منين؟ من فيتامين بي. ففيتامين بي أحد الحاجات المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم، وبقية الحاجات الفيتامين سي والحاجات دي كلها محتاجاها في عملية الأيض علشان أنشط الميتابوليزم بتاع الجسم وعمليات الأيض والتمثيل الغذائي، لأن أنا بيبقى في مشكلة عند معظم الناس في الحرق، فانا لازم انشط الحرق والتمثيل الغذائي علشان اقدر اخس. ايوه الناس اللي هي يقول لك ايه انا ما باكلش غير وجبه واحده بس بالليل اول ما اروح، ما هي بقى بتبقى وجبه، ما هو دي بتبقى بقى ايه بطه، واخده بالك؟ فما تقوليش وجبه يعني، انا ده اول ما بيقول لي، بعدين يقول لي اكلتي ضعيفه قوي يا دكتور، ده انا بقعد طول اليوم ما اكلش وبالليل. قلت له ايوه بالليل تاكل زي الاسد، والساعه كام بتاكل؟ يقول لي 12 بالليل. طبعا ده غلط تماما، احنا الصحه عندنا بناكل 3 وجبات في اليوم رئيسية، وبناخد سناكس في النص بين بس. انا ممكن اتعشى بدري، وبتحصل يعني اتعشى بدري وادخل انام، اجي مثلا على الساعة 1 اصحى في النص او 2 انا جعانة، طب ما هنعمل ايه؟ يبقى بيستا بقى، يعني اخده كوجبة عادي. اه طبعا وجبة بالظبط بدون حاجة بعديه، يعني حضرتك هتاخدي الوجبة بدون ما تاخدي حاجة بعدها اللي هي البيستا، انا بعتبر دي وجبة لان أوكي. ده مكمل غذائي. حلو قوي. مكمل غذائي يعني بالظبط كده، انا طول النهار بلف مثلا يعني رايحة مستشفى، بعدها رايحة عيادة، بعدها رايحة كذا، يبقى في شنطتي موجود الساشت بتاع البيستا. حلو. وادوبه في اي كوباية مية واشربه، ممكن حتى في ناس بتحطه في ازازة كده زي البروتين، واخدة بالك؟ وياخدوه معاهم حتى الجيم، يرجوه كده زي البروتين ويتشرب، بحيث ان هو ايه هيلعب التمرينه بتاعته مثلا نص ساعه او ساعه، وبعد كده هياكل. يطلع بقى في الجيم كميه بقى تبقى قليله، لان احنا بعد الجيم بطبيعه الحال بنبقى جعانين جدا. بالظبط، وفي نفس الوقت يديكي طاقه، لانه في كروميوم بيرفع الحرق، في مالتي فيتامينز على فكره برضو بنسب اقل من اللي موجوده في الالب مالتي فيت، فاذا انا بعتبره وجبه، يبقى هو مكمل غذائي يبقى انا بعتبره وجبه. صحيح. ما نقدرش نقول ان احنا يعني في بعض المرضى يقول لي إيه؟ طب انا دلوقتي هاخده ازاي وانا مش هاكل بعديه؟ يا سيدي ما تاكلش بعديه. تمام، يعني احنا بنتكلم ان هو ممكن يبقى وجبه، هي دي طبعًا. لو احنا جوعنا في وقت غير مناسب نقدر طبعًا. ان احنا يعني ناخده ونكتفي بيه. دكتور ايمان نورتينا، الوقت بيجري والله، بس بجد استفدنا وتنورينا ان شاء الله في حلقه ثانيه. بشكر حضراتكم جدا على متابعتنا لطبعا 10 الصبح والفقره دي تحديدا، وبالتوفيق النهارده للنادي الاهلي، هيفرحنا باذن الله، وهنيجي بكره نقول صباح النصر زي ما احنا متعودين وزي ما النادي الاهلي معودنا. مع السلامه دلوقتي، ونشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.